أنا عايز أقول لك بس إني بحبك. أهلا. مالك؟ هو أنا ليه كمان محدش بيحبني؟ تقولي كده إزاي؟ كلنا حواليكي بنحبك. مش صحيح. أنا حاسة، أنا عارفة إن أنا عاملة لكم مشاكل كتير، وعارفة إن أي حد بره بيحبني عشان يتمنظر بيا بنت حلوة خلاص، هو أنا ما استحقش حد يحبني عشان شخصي؟ هو أنا ما ينفعش أوصل اللي أنا عايزاه من غير ما أعافر ويطلع عين أهلي؟ لازم أتعب؟ وصلتي لإيه يا مروة؟ وصلت لكتير قوي. زي إيه؟ أنا كنت سكرتيرة صاحب أكبر شركة أزياء في مصر، وبكره بقى أشهر صحفية في مصر. وأنت حاسة إنك وصلتي فعلا لده؟ هو أنت ليه مش مصدقة يا كمال؟ ليه مش مقتنعة باللي أنا وصلت له؟ هو للدرجة دي مش باين عليا؟ تعرفي إن أنا النهاردة كتبت أول مقالة ليه؟ وبكره هتنزل في كل جرايد مصر. اوعي تفتكري ان مدحت هو اللي مشاني من الشركه عنده ولا استغنى عني ولا حاجه، لا انا اللي مشيت بمزاجي. انا شايفه ان انا امكانياتي اكبر بكتير من ان انا اشتغل مجرد سكرتيره عند حد. انا انسانه موهوبه، بعرف اكتب كويس قوي وبعرف الف. النهارده بعت مقالتي، بكره هتنزل وهتشوفي بنفسك انت اول واحده ان اسمي هيكسر الدنيا. مفيش حاجة بتكسر الدنيا غير الحقيقة. يعني ايه؟ يعني لازم تكوني حقيقية وصادقة عشان تكسري الدنيا. هو انت ما بتعرفيش تفهميني حاجة غير لما تتفلسفي عليا الأول؟ والله ما بتفلسف، أنا بس اتعلمت. ايه اللي اتعلمتيه بقى؟ اتعلمت أكون صادقة، اتعلمت أكون حقيقية، اتعلمت أعرف أنا عايزة ايه من الدنيا وأنا فين منها، واستنى العمر كله اللي أنا عايزاه. انت عايزاني بقى ما اوصلش اللي انا عايزاه بسرعه، وعايزاني استنى عمري كله عشان اوصل لخطوه واحده بس من احلامي؟ انت عايزاني ابقى زيك يا كاميليا وبس؟ ابدا، والله العظيم ابدا. ومش عايزه اي واحده فيكم تكون شبهي، لاني كنت وحشه، لاني ما عرفتش انا عايزه ايه. كنت متخيله ان انا الدنيا هتقدم لي على طبق من فضه اللي نفسي فيه، هتقول لي اتفضلي انت طيبه وجميله خدي، لكن ده مش بيحصل. تعالي. الجمال مش امتياز، والذكاء هبة. في ناس كتير أجمل مني ومنك لكن مش قادرين يحسوا بده، وفي ناس كتير أوحش مني ومنك لكن حاسين انهم اجمل. عارفه الفرق بينهم ايه؟ ايه الفرق؟ حب الحياه، الامل، الطموح، اللي ولا واحده فينا قدرت تفهم معناه غير البت منى. منى 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 منى، كل حاجه منى. منى ايه دي؟ وصلت لايه منى انا ما وصلتلهوش؟ احلى مني في ايه منى دي؟ تقدر تقولي لي منى دي عملت ايه في حياتها اصلا انا ما عملتهوش؟ انتي بتغيري من منى؟ انا اغير من منى ليه؟ ولا هي احسن مني ولا احلى مني ولا حتى نجحت. ولا ايه تاني يا ماما؟ ولا ايه تاني؟ يا كاميلا، انا بغير من منى. الوحيده فعلا اللي عارفه هي عايزه ايه وبتوصل له، الوحيده اللي بتعمل كل اللي هي عايزاه.
انا لازم اتعب واتجنن وهبقى هتشل كده وانا بحاول اوصل اللي انا عايزاه ما بعرفش ما بتوصل بكل سهوله. انت عامله ايه مع احمد؟ احمد مش فاهماك يا كمال بصراحه. لا انت فاهمه انا بقصد ايه. مروه احمد مش وحش زي ما كل الناس فاهمه. كل مشكلته ان هو كان نفسه في واحده تحبه بجد وانا ما حبيتهوش بجد. كل اللي كان نفسي فيه ولد حلوة، البنات كلها هتموت عليه. يمكن كنت عايزة أحس إن أنا مميزة، لكن صدقيني لو كنت بحبه بجد ما كنتش اتجوزت حد غيره. ساعات الواحد بيقابل حد وبيحس إن هو شبهه أو إن في حاجات جواه كتير شبه اللي عندك، بتلاقي نفسك قربتي لكن ما بتكونيش حبيتي بجد. عارف المصيبة الكبيرة إيه؟ إنك تكتشفي ده متأخر أوي بعد فوات الأوان. إزيكم يا بنات؟ عاملين إيه؟ بقولك يا مروة كلمي البت سمر عشان أنا عملت لكم حتة غدوة. إنما إيه؟ منى إيه؟ هو أنت فعلاً مدحت طلبك للجواز؟ مين قالك كده؟ مش مهم مين قال لي كده، المهم ده حصل ولا لا. ايه الاخبار يا بطل؟ عامل دلوقتي يا مجدي؟ تمام يا محمد. نجلاء فين؟ هتشوفها دلوقتي، هي بس راحت تعمل حاجه مهمه جدا وهتيجي. بص يا مجدي، انت دكتور وفاهم، عايزك يبقى عندك ثقة كبيرة في ربنا وإن هو هيبقى معاك. وأنا مش محتاج أقول لك إن العملية مش صعبة. أنا مش قلقان يا محمد. أنا بسألك سؤال محدد. نجلاء فين؟ قلت لك هتشوفه. حاضر، والله هتشوفه. قوم. قوم يا مجد. نجلاء فين يا محمد؟ والله هتشوفه، والله ما هتعمل العملية غير لما تشوفه. ما تقلقش يا مجد، قلت لك. هي جاية على طول. نجلاء؟ اه نجلاء. لا وايه اللي لا؟ انا مستحيل اعمل فيكي كده، انت كدبت عليا وانت كمان كدبت عليا. انا مش هاخد حته من جسمك عشان اعيش فيها وانت تموتي. بس انا راضيه. انا بقى مش راضي. انا خلاص، انا مش عايز اعيش في الدنيا دي تاني. انا خدت كل اللي انا عايزه من الدنيا خلاص. بس انا لسه ما خدتش من الدنيا اللي انا عايزاه. عارف ايه هو؟ انت. انا عايزه اعيش معاك حياتي كلها، عايزه اعيش معاك عمري كله. انت ليه اناني؟ انا مش اناني. انا بقى اناني لو خدت حته من جسمك عشان اعيش فيها. لا هتكون اناني لو سبتني انا اعيش لوحدي. تعالى
انت ليه مش شايف الحقيقة؟ ليه مش شايف ان القصة تكمل لازم كل واحد يكون فيه جوانا حاجة من التاني؟ انا خايف عليك. تخاف عليا لما تسيبني لوحدي؟ انما وانت جنبي انا مش خايف. وانت ايه ذنبك؟ ذنبي ان انا بحبك. مش هقدر يا كلام، مش هقدر. تخيل مشيت ورفضت تعمل عملية، هتفضل مستحمل امتى يا مجدي؟ دي مشكلتي انا مش مشكلتك انت. مشكلتي انا كمان، مشكلتي عشان لو انت حصل لك اي حاجة انا هبقى لوحدي زي ما كنت لوحدي قبل كده. انا كنت بقعد في الأوضة كل يوم ببقى قافلة على نفسي الباب، كنت ببقى خايفة اي حد يشوفني، كنت ببقى خايفة اي حد يحس بيا، كنت بنزل الجامعة والمدرسة علينا ومرعوبة من بصات الناس ومن بصات صحابي، كنت ببصات كلها خوف او شفقة، كانت في ناس فاكرة ان انا ملبوسة. تخيل في ناس فاكرة ان انا ملبوسة يا مجد. هي دي الحقيقة. خلينا نعمل اللي محدش شايفه قبل كده، خلينا نموذج للناس اللي بتحلم بالحب. انا عايزك جنبي من الاخر، انا مش هسيبك، وانت لو مت يا مجدي انا هموت نفسي بعديك. قبل ما نديك حته مني تديتني الدنيا كلها. هنعمل عملية؟ هنعمل عملية؟ انت يا روح امك اللي وقعت نفسك الوقعة السودة دي. مش هتجوزها يا امي. لا يا روح امك هتتجوزها، لان الامر انك تتجوزها ما ينفعش نقول له لا. طب ايه رأيك بقى انا هقول له لا؟ ما ينفعش. يعني ايه ما ينفعش؟ انا فهمك يا رحمة. احنا لسه حبيبي حاطين رجلنا على اول سلمة وبنمشي اول الطريق، استنى نرستق روحنا ونظبط امورنا ولما نقف على رجلينا ساعتها نقول لا براحتنا. يعني ايه اما اللي انت بتقوليه ده؟ يعني فرحك على فريال بكرة. مش انا. يعني ايه مش انت؟ انت هتسمع اللي انا هقولك عليه وتنفذه من غير اعتراض. بكرة يعني بكرة هتتجوز فريال. قول يا رب. قلت يا رب. عملت ايه؟ نعم في ايه؟ يا دي النيله السودا، هو انا يا راجل اللي هقوله هعيده؟ انا مش مكلفاك تكلم اخويا عشان تعرف عمل ايه في اللي انا مكلفاه بيه؟ ما حصل. طب ما جيتش تقول لي ليه؟ لا ما انا اصلي لقيتك قاعده مع ابنك فقلت جايز يبقى في بينكم من بعض سر ولا حاجه. استغفرك ربي واتوب اليك، انا مش 100 مره قايله لك لما اكلفك بشغلانه وتخلصها تيجي تطمن قلبي وتقول لي خلصتها؟ جاتك القرف انت ايه؟ ما بتفهمش؟ يا ساتر يا رب. ما تاخد لك صور جراي يا راجل، ما تقوم تضربني يا لمين. اعوذ بالله، والله انا ما انا عارفه ايه اللي هفني في عقلي وخلاني اتجوزتك. جاتك القرف. الو يا عبد الله. انا مش قلت لك يا ابني انا عايزك؟ طب انت فين وانا جيلك؟ اهلا 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 ابو جمال، وانا لازم اتحايل عليك يا راجل عشان اشوفك نتغدى مع بعض. اسر عبد الله، عايز مني ايه؟ هو انا عشان اشوفك يبقى عايز منك حاجه ولا ايه؟ وحشتني. خلص يا عبد الله، عايز ايه ولا اسمك واقوم؟ الله 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 الله، ايه مالك بقيت عصبي ليه كده يا جمال؟ عشان انت اتغيرت. وانا يعني الواحد اللي اتغيرت؟ ما انت كمان اتغيرت. الناس كلها بتتغير، الدنيا نفسها اتغيرت وبقت تجنن. جمال انا عاوزك في خدمه. خير؟ انت ليك علاقه بالجدع اللي اسمه احمد بن سيده؟ اسمه احمد بن سيده؟ راجل خليش يخلي عندك دم. اسمه احمد عوض عبد العظيم. ماشي، احمد باشا يا سيدي عبد العظيم. عوض. عوض. ليك علاقه بيه؟ اه طبعا. وخليله
احنا هنتكلم في البيوت ولا ايه؟ اسمع بس اللي هقول لك عليه. انا هقول لك على كلام يطيرك في السماء، يخليك راكب على الجميع يا جمال. السلام. وايه بعد ما مؤاخذه الكلام اللي هيخليني ادوس برجلي فوق رقاب العباد كده؟ انا اعرف راجل مهم جدا في البلد. ضحكتني وانا كنت عارف ما تضحكش. خلاص يا عبد الله بقى انت عارف ناس مهمين دلوقتي. طبعا. اشمعنى اعرفك انت؟ الراجل ده مهم قوي وهيخليك انت بالذات اهم واحد في البلد. قول يا باشا قول. الراجل ده عاوز يجيب رقبه احمد الارض. طب انا داخل ايه؟ ايوه كده. شغل مخك معايا. الراجل ده جمال عرف انك انت شغال في نفس الليله اللي شغال فيها الواد احمد. وعارف عنه حاجات كتير. الراجل ده بقى عاوز يعرف حاجات اكتر. وانت اللي هتقول لنا. ماشي. بس انا بقى هستفيد ايه؟ ايوه كده بقى. ايوه كده. تعالالي. بدات تتنجر جامد يا جمال. انت كده وفرت عليا الطريق. خلص. انت تقعد تكلمني بالالغاز. ما تقول انت عايز ايه ولا وما امشي. انا اساسا مش عايز اكل. خلاص. يكفيك كام؟ والراجل ده تقيل؟ جدا. مخنوق من احمد للدرجه دي؟ مش طايقه. طيب نقول عمود. مليون يعني. عمود زمان كان اسمه ارنب. زمان بتاعك ده امتى بقى يا سي عبد الله؟ قبل ما تخش السجن؟ ايوه قبل ما اخش السجن. ماشي. طلباتك يا كبير. كنت سألتيني سؤال كده وأنا ما جاوبتكيش. آه مش مشكلة خالص يا منى. بس أنا عايزة أجاوبك. منى والنبي مش عايزة أتكلم في الموضوع ده أصلا خالص دلوقتي. لا لازم تسمعيني يا مروة. أوعى تفتكري يا مروة إني ما كنتش هتمنى إن الناس كلها تجري ورايا. وإني ما بقاش مهتمية بنفسي وحلوة زيك كده. وإني ما كنتش بقعد أبص على نفسي بالساعات قدام المراية. مرة سمعت حد بيقول إن الأب والأم لما بيحبوا حد من عيالهم بيطلع حلو، لدرجة إني حسيت إنهم مش بيحبوني. زي كده بالظبط. مش بتحبيني. إيه الهبل ده؟ مين قال الكلام ده؟ مش لازم حد يقول. كفاية إن أنا حاسة بكده. بالرغم إننا إخوات ودم واحد، بس كل واحد فينا في اتجاه مختلف. ليه ما نبقاش مع بعض؟ يمكن عشان كل واحدة مش شبه التانية. آه فعلاً. كل واحدة فينا مش شبه التانية عشان كل واحدة فينا تكمل التانية. لو عايزة الإجابة على سؤالك مدحت طلب إيدي ولا لأ؟ آه. طب وانتي؟ أنا إيه؟ بتحبيه؟ طب إزاي؟ ازاي حبيتي وازاي حبك؟ ازاي اصلا قربتوا من بعض؟ ازاي كل واحده كده بقت مكان التانيه في حاجه هي كانت عايزاها اصلا؟ مش يمكن هو ده الصح واحنا مش واخدين بالنا؟ وانت يا منى هتقدري تتجوزي واحد انت عارفه متاكده انه كان بيحبني وعايز يتجوزني؟ مش مهم هو عاوز ايه، المهم انت. انا ايه؟ انت كنتي بتحبي مدحت؟ عشان لو كنتي بتحبي مدحت ده ممكن يخليني اقول اه او لا. يعني ايه؟ يعني لو فعلا كنتي بتحبي مدحت وكنتي عايزه تتجوزيه ده هيخليني اشيل الموضوع خالص من دماغي. انت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه ده يا منى؟ طبعا متاكده وعارفه كويس قوي انا بقول ايه. ماشي يا منى. عايزه انا اقول لك كل حاجه بصراحه يعني؟ طبعا. أنا مدحت ده عمري ما حبيته ولا عمري تخيلت نفسي معاه ولا كنت عايزة أتجوزه أصلا. مدحت بالنسبة لي كان سلمة هوصل بيها لطموحي، أوصل لمكانة اجتماعية كويسة ترضيني، أكون مبسوطة مش محتاجة لحد، فلوس ومنصب مش أكتر. عارفة لو كنت قلتي العكس وأنت عارفة ومتأكدة
اني مش هتجوزه لو قلت انك بتحبيه. المشكلة يا منى ان انا عندي نفس مشكلتك. ايه؟ انا لقيت نفسي بحب احمد. يعني ايه؟ عارفة لما تعيشي عمرك كله عمالة تلفي وتدوري حوالين حاجة واحدة بس، طموحك وأحلامك ومشاريعك، في حاجة جواك انت دايما مخبياها مش عايزة تفكري فيها عشان ما تعطلكيش؟ اه طبعا فاهمة. هو ده اللي كنت عايشة فيه، مش عايزة افكر في الحب عشان ما يعطلنيش، بس انا كان من جوايا نفسي احب واتحب واتبسط، بس عقلي كان دايما رافض. عرفتي منين انك بتحبي احمد؟ لما وجيه قال ان هو عايز يتجوزني وان لازم اسال احمد، خفت احمد يقول لي اتجوزي وجيه. ساعتها كنت اعرف ان هو ما بيحبنيش بجد، كان ممكن وقتها اموت. في نفس الوقت مش عارفه ازاي انا حبيت حد اختي كاميليا بتحبه، ليل بنهار ما بتحلمش غير بيه، ما بتتكلمش غير عنه. ايه الدنيا كده؟ قاعد تلعب بيا شمال ويمين وانا مش واخد بالي، بس اقولك يا ليها حق تعمل فيا اكتر من كده بكتير. طول ما انا مستسلم وساكت انت هتسيب كاميليا؟ ما كنتش عايز اسيبها، بس هي مش عايزاني. مين قال كده؟ كل حاجة حواليا بتقول كده. كاميليا يا ابني تايه ضايع، هي مش عارفة هي عايزة ايه. هي عارفة ان انت بتحبها وعارفة انت احسن واحد ليها وان انت الوحيد اللي ينفعها، بس اللي شافته في حياتها كسر جواها حاجات كتير، كسر جواها الاحساس بالحياة وبالحب، اتهدت. حب قعدت تجري وراه وما نفعش، جربت تجوز واحد ما بتحبوش، جربت تبقى أرملة، وقعدت تجري ورا واحد هو مش عايزها. شافت كتير، شافت كتير، عشان كده مش ممكن أول ما تيجي تقول لها بحبك هتصدقك. انت ليه تصدمها بإن انت بتقول لها بحبك؟ أنا في إيدي إيه أعمله؟ حسها، خليها تحبك، ما تصدمهاش بإن أنت بتحبها وقاعد ساكت وسايب الدنيا تمشيك. مش في إيدي حاجة أعملها أكتر من كده. لا في إيدك، بس أنت قاعد تتفرج زي ما أنا قاعدة كده، قاعدة أتفرج وناسية إن أنت ابني وإن أحمد ابني اللي تايه ده مش عارف أوله من آخره، ونسيت أنا عايشة ليه، وظيفتي إيه في الحياة، أكن دي عيشة ما عشتهاش قبل كده. أنت عارف كلامك عمل فيا إيه؟ خليني أعرف إن أنا وحش وخيبة مهتمية بالفلوس أكتر من أخوي، أكتر من ابني حتى. في حاجة أنا لازم أعملها من زمان وما عملتهاش، أنا لازم أروح أقعد مع بنات أخوي وأشوف مصالحهم وأشوفهم عايزين إيه. مش معقولة تبقى الحيطة جنب الحيطة وما نعرفش حاجة عن بعض، دي خيابة، دي خيبة مني. ضحي، ضحي زي أبوك ما ضحى بكل حاجة علشان. تضحية أبوك دي مخليه الناس بتحبك، وسيرة أبوك غيرتني وغيرتك. أنا أمك يا عادل، إذا عصت أي حاجة في أي وقت
انا بقيت موجود. ربنا يخليك ليا. ربنا يحميك. اهدى يا مجدي، اهدى، بتعمل ايه بس؟ اهدى. نجلاء فين يا محمد؟ نجلاء زي الفل وفي اوضتها والله. اهدى. عايز اشوفها. حاضر، شد حيلك انت وهتروح تشوفها بنفسك. طيب عايز اسمع صوتها. حاضر، هخليك تسمع صوتها. حاضر. ايه يا نجلاء؟ ايه الاخبار؟ مجدي عامل ايه؟ مجدي زي الفل. بجد؟ وده كلام في هزار؟ الحمد لله. بس انا عايزك بقى تعملي مكالمه مهمه جدا دلوقتي. لمين؟ لمجدي، لان لو ما سمعش صوتك هيجري ويجي على هنا، وانت عارف العمليه ما تستحملش. الو؟ نجلاء، انا لو سمعت صوتك كنت هقوم واجيلي حتى لو كان فيها حياتي. انا كويس الحمد لله، ما تقلقش. طب انا عايز اشوفك. صدقني وانا اكتر. لا انا اسف. على ايه بس؟ انا ما كنتش لازم اوافق على موضوع العمليه ده. انا حاسس ان انا السبب في كل ده. سامحيني. ايوه طيب، حاضر. ايه ده؟ مش هتقولي لي خشي يا عمتي؟ لا طبعا، اتفضلي يا عمتي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايه ده؟ ايه مالكم مستغربين كده ليه؟ أنا جاي أطمن عليكم وأقعد معاكم. ليه؟ ليه تقعدي معانا هنا يا سيدة؟ إيه اللي حصل؟ عمتي، تقولي لي يا عمتي. حاضر، أنا آسفة. تقعدي هنا ليه يا عمتي؟ عشان أطمن عليكم وأبقى في ظهركم. تقعدي معانا ليه وتقعدي في ظهرنا؟ مالنا؟ إحنا كلنا هنا كويسين جدا. وهي غريبة يعني لما أقعد معاكم؟ أيوه، إيه اللي جد؟ إيه اللي حصل؟ ليه يا عمتي؟ عايز تعملي كده ليه؟ ايه اللي حصل يعني يا عمتي؟ فيه ايه؟ حصل كتير قوي. اللي هو حصل ان انا نسيت ان انتم بناتي، وان انا لازم ابقى جنبكم وفي ظهركم. انا عارفه ان ولا واحده فيكم هتصدق الكلام اللي بقوله، بس هو ده الحقيقي. انا عارفه ان انتوا هتقولوا ايه اللي فوق عمتي فجاه وخلاها تفتكرنا بعد ما كانت نسيانة وبعد اللي عملته فينا. بس بجد المرة دي نيتي صافية. عارفة ان انتوا مش هتصدقوني وهتستغربوا الكلام اللي بقوله، بس انا قصدها بجد. عايزة اطمن عليكم وعايزة اساعدكم وعايزة ابقى في ظهركم. حتى لو انتوا مش عايزيني انا مش هسيبكم. رايحة فين؟ انا قلت هقعد معاك وهقعد في اوضة اخويا. نعم؟ اوضة اخوكي؟ اهدى، دي اوضتي انا اللي قاعده فيها. الله، وبعدين انا ما بحبش حد يقتحم خصوصيتي لو سمحت. انا بحذرك وانت لسه قايله ان في حاجات كتير حصلت خلقت ما بيننا حاجز. وبعدين اوعي تكوني فاهمه ان احنا مصدقين اي حاجه من المشاعر الجيافه اللي احنا حصلت دي، ولا اي حاجه خالص. اللي تشوفيه، بس انا برضو مش همشي وهسيبكم. اقعدي اقعدي يا ست. أنا عارفة إن إحنا مش هنرتاح وهتبقى عيشة سودة، بس يلا هنعمل إيه؟ يعني هنعتبر إن المشاعر الجيافة حصلت وإن في حاجة كده ولا كده حصلت وإنك ناوية تبدأي صفحة جديدة، فعشان خاطر بابا أهلا بيكي. الدكتور قال لي ما تتحركيش خالص عشان كده في خطر على الجنين. شو قبل ما تموت سبت لك الجواب ده. انا هقوم اكلم الدكتور بقى عشان قال لي اول ما تفوق تكلمني على طول، مش عايز حركه ولا على صدايه.
رغم ان انا وانت ما نعرفش بعض من زمان، بس انا حاسه ان احنا اكتر من اصحاب. يمكن عشان في تشابه في الظروف بيني وبينك، عشان كده عايزه اقول لك حافظي على حياتك. لو جات لك الفرصه انك تصلحيها او انك تعيدي ترتيبها، اوعي تقولي لا. الدنيا مش فاتحه دراعها على طول، والفرصه اللي بتيجي ما بتتكررش تاني. ميرا، حافظي على حياتك. انت ايه اللي قومك من مكانك؟ الدكتور قال ما تتحركيش، لازم نسمع كلامه. وبعدين انت ايه، مش خايف على البيبي اللي في بطنك يعني؟ خايفه اصدقك يا مروان. مش عايزك تصدقيني يا ستي، عايزك تعملي اللي انت عايزاه لحد ما تبقي مطمنه. وحتى لو اطمنتي وطلبتي مني اي ضمانات، انا تحت امرك. كلامك بيخوفني اكتر. ليه؟ علشان حاسه ان انت مرتب لي حاجه تانيه. مبقاش عندي حاجه ارتبها خلاص. والله ارحمه مات، الشركه راحت وطردت منها زي الكلب. بس انا مش هسيب حقي. انا اللي يهمني دلوقتي اني ارجع احلى حاجه حصلت لي في حياتي. والله خايفه اصدقك يا مروان، خايفه قوي. ايتن، ايه ايتن اللي اخرك قوي كده؟ تعالي تعالي يا ماما، تعالي عايزاكي. عايزاني انا؟ اه. ليه؟ في ايه؟ عايزه اعرف اخبارك واخبار امك. عامل فيهم ايه البنات دول؟ انا قلت اجي اسلم عليك واقول لك ورحمه امي وامك يا عبد الله، لا هرجعك السجن تاني. ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت فاكرني هلبسها واقعد اندب حظي زي النسوان؟ لا، اللي عملته ده مش هيعدي بالسهل، هخليك تحلف بيه يا عبد الله. هو انا زيك؟ لا، انسى. يا انا زينب. ايه اللي دخل الست دي هنا؟ قالت ان هي واخده ميعاد من حضرتك. وهو في ميعاد دلوقتي؟ في شغل؟ في موظفين؟ حضرتك دي مدام زينب واحنا. وانتوا بره! والتعاقد مع شركه الامن بتاعتكم هلغي من بكره، بره! وانت يا هانم، انا فعلا مش زيك، لانك انت ست دماغ، بتفكري وبترسمي وبتخططي، وانا عامل حسابي بقى عليكي كويس قوي قوي، وهخليكي تندمي، هخليكي تفكري 100 مره قبل ما تهودي عن الشركه دي تاني. وانا هربيك. طبعا، ما انا مسجون، كنت مسجون. السجن قتل فيا التربيه، قتل فيا الانسانيه. فكريش انت كويس قوي، ما حسيتيش بحد مسجون 20 سنه ظلم قاعد مقرفص في زنزانته عمال يراقب ويتابع اللي سجنوه ظلم وهم عايشين متهنيين بره في الدنيا وهو مظلوم. عارفه الاحساس ده عمل ايه؟ عمل ايه يا حيلتها؟ قتل قلبي، قتل كل حاجه، قتل الخوف. خلاص يا زينب، خلاص، ما بقتش خايف. اللي جاي، اللي جاي مش قد اللي راح.
لان الراحه ده راحت حاجات كتير معاه، راح طموحي، راح شبابي، راح احساسي. صوتي صوتي زي ما انت عاوزه. انا مستعد دلوقتي اخلص عليكي، محدش هيحس بيكي خالص، ومش هاخد فيكي ساعه واحده. عارفه ليه يا زينب؟ قتله مجرمه رجع من السجن عشان تخلص عليا. حاسب كده؟ انت فاكر ايه؟ انت فاكر اللي عملته ده هيعدي بالساهل؟ لا، ده انا هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه، ده انا هفضحك في كل مكان. انت اللي قتلت سمير مش انا. والدواء الغلط اللي حضرتك بتقوله، وفي بدل شاهد 100 شاهد زي ما جبتوا شهود قبل كده. ما الحكايه دلوقتي شهود في شهود. خوفتني، رعبتني، الحقيني انا ياما. ها انت نفسك تشوفني كده؟ انسى، انا زينب يا عبد الله. انا هخليك تفرفري كده زي الفرخه المذبوحه، مش هسيبك. وانا هخليك تتمنى يوم من ايام السجن. ماشي يا زينب، لازم اشوفك متشعلقه في حبل المشنقه. ايتن، عايزه اتكلم معاكي. لا معلش، تعبانه والله، عايزه انام. لا نتكلم قبل ما تنامي. بس انا مش عايزه اتكلم. لا لازم تتكلمي وتجاوبيني. تعبانه، انا تعبانه ولازم انام دلوقتي حالا. لا ما انت بصي، لو انت تعبانه حتى انك تعبانه لو ما اتكلمتيش وكلنا هنبقى تعبانين. تعالي يا حبيبتي، تعالي بس، تعالي تعالي، هنقعد وحدينا ونتكلم. يلا يا بنتي، ربنا يهديكي حبيبتي. بنتي تعالي يا قمر، اقعدي يا حبيبتي. عايزه ايه؟ انا عارفه ان انت مش عايزه تتكلمي معايا، لا انت ولا اخواتك، عشان انا كنت بعيده عنك. بس أنا كنت غلط وعايزة أصحح الغلط. دلوقتي؟ آه دلوقتي. طب إيه رأيك تصلحي الغلط ده بكرة الصبح؟ على الأقل هتبقى مركزة كده وفايقالك شوية. عندك حق، إحنا ما تعلمناش نبقى عيلة، عشان كده مش عارفين نحترم بعض. أنا السبب، أنا اللي خلصت رصيدي عندكم. رصيد؟ أيوه، ما الواحد لما بيبقى له رصيد في البنك كويس بيعيش مبسوط وكويس، انما لما رصيده بيخلص ما بيبقاش عنده مصدر يملى بيه رصيده تاني، بيبقى خلاص انتهى. هو انت مالك خير؟ طلبت معاكي حكم على اخر الليل؟ لا انا جايباكي، انا عايزه اطمن عليك، عايزه اشوفك بتعملي ايه وهتعملي ايه. وده ايه بقى ان شاء الله؟ استجواب؟ لا عايزه اطمن عليكي، عايزه ابقى جنبك. طمني عليا انا؟ اه. اشمعنى؟ ما انت عندك بقيه الطقم كله جوه، الاخوه الاعزاء كلهم موجودين، تقدري تطمني عليهم. طمني على اي واحده فيهم، اشمعنى انا يعني؟ عشان انت مصيبتك مصيبه وامك مصيبتها مصيبتين. اه انت جايباني بقى عشان تاكلي في مخي وتقعدي تشمتي فيا. هو انت ما بتفهميش؟ بقولك عايزه ابقى جنبك وننهي الهري اللي فات ده كله، اللي خسرنا بعدينا وما استفدناش منه. طب وانت مالك ومالي اصلا؟ مالك ومال امي؟ من امتى وانت بتسالي عليها؟ من النهارده انا مسؤوله عنك ومسؤوله عن كل واحده في البيت. لا انت مش مسؤوله عني. لا مسؤوله عني انا، عمتك وما اسالك تجاوبيني. مالك يا عمتي بس خير؟ في ايه؟ هو كل يوم والتاني الناس تسمع صوتنا ولا ايه؟ في ايه على المسا؟ لا تكوني فاكره نفسك عمتنا بجد وعايشه معانا وشايله همنا. او تكون مثلا في حاجه جوه دماغها ومحدش فينا فاهمها، ولا تكون فاكره ان ابونا طلع له ورث واحنا مش عارفين. يا مصيبتي ويا خيبتي، هو ده اللي في دماغكو عني؟ هو ده اللي أنا بنيته طول السنين اللي فات فيكم؟ وأنا اللي فاكرة يا ما هنا يا ما هناك. ما هي غلطتي، أنا مش عايزة حاجة، أنا عايزة أبقى زي أمكم جنبكم وأخدكم في حضني. يا مصيبتك، يا مصيبتك ليكون ميت وهو غضبان عليكي.
طب على الأقل يبقى بس رمي توبتي. أنا السبب اللي تعقلي السبب. أنا اللي جبت ده لنفسي. يا باشا زي ما بقول لسعادتك كده، أقسم بالله ده حصل. آه، منعني من دخول الحزب اللي أنا مأسسه له، ومدي أوامر سعادتك للأمن إن أنا ما أخشش لا الجريدة ولا الجمعية. الجريدة دي سعادتك أنا اللي جايب له التصريح بتاعها. لا يا باشا، مع احترامي المعليك يا باشا، ما ينفعش نسيبه، الواد ده لازم يتلم ويتلم بدري كمان. أوامر معليك. لما نشوف إن شاء الله الأيام الجاية. تمام سعادتك، اتفضل. ازيك يا وجيه؟ اهلا. لقيت مقالي مش منشور، قلت اما اجي اطمن اسالك. اه، وانت ما عرفتيش؟ المقال وحش قوي، ما ينفعش يتنشر. يعني ايه؟ هو ايه اللي يعني ايه؟ زي ما بقول لك كده، المقال طلق زفت، وانت محتاجه وقت عشان تتعلمي ومكان يعني تقولي فيه. ايه الكلام ده يا وجيه؟ الكلام ده مش وعدك ليا. وعد؟ وعد؟ اه وعد. طب ما انا كنت مستني منك رد امبارح وما جاش، وانا اعتبرت ان العرض بتاعي مرفوض، وانا لما اترفض بقى بعتبره اهانه. طب انت ليه اعتبرت ان انا رفضتك؟ يعني مش ممكن اكون لسه بفكر؟ لا لسه بتفكري ده لما نكون احنا ما اتكلمناش قبل كده من زمان، لما اكون ما عرضتش عليك الجواز مره واتنين وتلاته. لكن فوق نفسك يا مروه، ده انا واجيه بيه، يعني الف واحده تتمنى تسلم عليا مش تقف معايا زيك كده. انا كنت بالنسبه لك حلم ولا ايه؟ ايه الكلام ده يا واجيه؟ هو ده الكلام اللي لازم تفهميه. لكن في ناس لازم تتحط في وضعها الطبيعي عشان تعرف حجمها كويس. افهم من كده ان انت بتقولي ان انت مش عايزني في الجريده، مش كده؟ للاسف. بس انا سبت مدحت عشانك. اه سبت مدحت؟ اهي كلمه زي دي ما تخلينيش ان انا وافق ان انا اقف معاكي اصلا. انت سبتيه عشان تيجي تشتغلي عندي، بعتيه عشان تيجي تحققي طموحك عندي، مش كده برضو؟ ده مش حقيقي. لا حقيقي. واقول لك بقى على الكبيره، انت بالنسبه لي نزوه، حاله يعني عشتها 100 مره قبل كده. بنت جميله وحلوه وجامده وعجبتني، وانا راجل محترم واخاف على سمعتي، وعشان انا راجل محترم فكان لازم ارتبط بيكي بشكل رسمي. يعني ايه؟ يعني انت كان اخرك معايا اسبوعين ثلاثه شهر بالكتير، واحمدي ربنا بقى ان انا غيرت رايي في الوقت ده. يلا حبيبتي يلا اطلعي بره. ما هو مش كل واحدة يعني كتبت لها كلمتين على الفيسبوك تقول أنا مثقفة وعايزة أبقى صحفية ويعمل عليا سيرش على اليوتيوب. يلا حبيبتي اطلعي بره. أقولك على حاجة؟ اتفضلي. أنت راجل واطي. بره. صباح الخير. صباح يلا. النور. محدش ينزل يا بنات من غير ما يفطر. ها؟ احنا؟ خشي خش. ايوه. طب مفيش بيض بلبل وبيف؟ في بيض بالبيض قلتلك. يلا بالهنا والشفا. لما الجبنه الرومي الجديده دي جميله، جبتها منين؟ صباح الخير. صباح النور. انا هخرج. ها؟ لا عمتك عامله لنا فطار، دي عمرها ما عملتها. لا. ما تنزليش من غير ما تفطري. لا ماليش نفس، معلش. ازاي بس يا ماما هتنزلي الشغل كده؟ معلش ماليش نفس. باي باي باي. ما تتاخريش وابقي طمنينا عليكي. ها؟ اوكي. يلا يا عمتي انت حضري واقفلها، اقعدي كملي اكل. على فين يا جميل؟ انت مين؟ اسألي الآن. انا بقى الحبيب الاولي، حب السنين اللي عمره ما ينتهي، وهي بقى بالنسبة لي الحتة الحلوة الطرية اللي متربعه في قلبي وعقلي. انت ايه اللي جابك هنا؟ وحشتيني. اوعى اوعى.
انت ناسي انك لسه مراتي وعلى ذمتي ولا ايه؟ اطلع بره. نعم يا اختي. بره ده ايه حلوه؟ انا بقى جوز اختك يا شاطره. يعني اقعد هنا واربع وادخل واخرج وبات كمان. ولا انتوا فاكرينها سايبه واختك متجوزه كيس جوافه؟ واضح فعلا انك ما خدتش درس من كل اللي حصل. لا ازاي؟ ده انا خدت درس ودرس جامد قوي. درس معلمين صحيح. بس ده بقى خلاني افهم الدنيا صح. انا نازله. تعالي هنا. اه اه الست المحترمه لما تيجي تخرج تستأذن من جوز الاول. سامعه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا ابن الكلب؟ انا ابن كلب صحيح اللي ما كسرتش رقبتها من الاول. وانا هنا ورايح. اللي هيتدخل بيني وبين مراتي عكس رقبتكم. سامعين؟ انا هسجنك. هقتل في داهية. حلو قوي. وانا قاعد ومستني. نادي بقى الحكومه تتدخل بيني. وساعتها هتعرفي مين اللي هيخسر. وعلى فكره الواد ابن عمتك ده اللي عامل فيها شملول ودكر انا هخليه يندم على اليوم اللي اتولد فيه. ابني احمد. اهلا. هو انت بقى تبي ام الباشا؟ اهلا وسهلا. وانت فاكر بقى الحبتين الرعب بتوعك دول رعبونا؟ حشين يا سمر احسن قلبي هيقع في رجليا. شكلك ما تعرفش لما الحريم يتلموا عليك ويعملوا عليك حفله ممكن يحصل لك ايه؟ لا ما يغركش بقى وش القطه اللي انا لابساه. انا طول عمري مؤدبه ومحترمه بس يا بناتي بوري الطلعه دي. لو حياه اللي خلقنا كلنا لا تسيبوني انا اقص الشريط. حلو قوي. اللي مستغني عن عمره يقرب لي. وانت بقى حلوه دي عشان يتقطع بيها رقبتك. روحي عشان ما اسمعش صوتك تاني خالص. الحقني يا عادل. ايه الصوت ده؟ ايه يا سامح؟ سيبني عادل. اهدى. بقول لك سيبني عادل. يا سامح بقول لك ايه؟ مش عايزني زعل. وحياة امي من الزعل. يا سامح عايزك. مش سايبك يا ايه اهدى طيب. حط حط معلش. انا حبيبي انا براجع اهي وابن عمتنا احمد البحر. سامح بيه ماشي يا عادل. في ايه يا اخوانا؟ في ايه؟ انا بقى جاي من الفضايح. اوعى. ايه ماله ده؟ اوعى يا حرم عفينا يا وسيخ. بقول لك ايه؟ خليه يخلص تديله على السخ. اوعى اوعى اوعى. ايه الترتيبات ده؟ في ايه؟ ماله ده بيزعق كده ليه؟ كفايه كفايه. انا مش عايزه ولا كلمه. لا يا ماما لازم تقولي لي فين. انت عارفه مفيش حاجه تعدي عليا كده. لازم افهم اللي فيها. يعني بس اقول لك هيكون فيها ايه يعني؟ فيها خيبه. الخيبه خيبتي انا اللي خايبه. انا السبب. انا السبب في كل اللي بيحصل ده. انا اللي عملت كده في ولاد اخواتي. ربنا هيسامحني هيغفرني على ضياعي الامانه من ايدي كده. ايه يا وليه؟ في ايه؟ امانه ايه وزفت عيني بتتكلمي عليها؟ وبعدين ايه اللي هيضيعك؟ ما تكسريش قلبي اكتر ما هو موجوع. بعدين هو ايه الخيبه اللي بتتكلمي عليها؟ وفي خيبه اكتر من خيبتي؟ خيبه ايه يا بنت؟ في ايه؟ خيبه ايه دي؟ ده انا خيبتي ما رضيتش على حد. الخيبه بنت الخيبه مش عايزه تسمع كلامي وعايزه تتجوزه برضه ومش عارفه مصلحتها. لا يا جمالات ابقي تسكتي. ان شاء الله تكسري رقبتها. لا دلوقتي هي هتشتبك معاكي انما بعد كده هتبوس رجلك انك منعتيها. يعني اعمل ايه؟ اطلع اقول لها خلاص مفيش فرح؟ واديك شايفه انهم عمالين يركبوا الكهارب؟ ان شاء الله يكونوا كتبوا الكتاب. اه انما ما تخشيش برجلك بعد كده الطلوع صعب. يلا هطلع معاكي. تطلعي فين بس؟ اقسم بالله لو عملنا لها قرود قدامها ما هترضى ابدا. اللي في دماغها في دماغها. هتتجوزوا يعني هتتجوزوا؟ ما بتسمعش حد خلاص. انا خلاص انا ما بقتش قادره عليها. انا فوضت امري لله فيها. معلش يا اختي. ايه ده؟ فين الناس؟ هو فين الناس راحت؟ ده كان في دلوقتي خناق والواد سامح عامل دوشه ولا حد جه ولا سال. هي دي الحاره اللي انا اتربيت فيها؟ كان لما حد في اخر الحاره يقول اه الدنيا تتلم. دلوقتي ولا حد سال في حد خالص كده. سبحان الله. استغفر الله العظيم. الناس اتغيرت ما بقى همها الا نفسها. عملوا زي اه انا كنت كده. لا بس انا فقت. هما كمان لازم يفوقوا زي ما انا فقت. لو النبي والنبي مسكت وقعد على حيلي إلا ما فوقهم تاني. فين الناس يقوموا ويبقوا زي زمان؟ لازم نبقى زي زمان. راحوا فين يا ناس؟ خلاص 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 بس يا سيدة. تعالي تعالي معي تعالي معي. لقاكي فين؟ وده منظر. والنبي صعبان عليا الدنيا وحال البيت. صعبان عليا يا ساتر يا رب يا ساتر. يا جمال يا ساتر. ارحمنا يا جمال. اوه يا جمال. سيبني في حالي. لا حول ولا قوة إلا بالله.
استنى ايه بس. ايه ده ايه ده؟ ها؟ ايه ده يا اخي قوم؟ شيل معايا. اوعى سيبني. معايا عارف. افرح وتامل اللي عملوه ده غالي قوي. اوعى. اقعد. اديني المايه اللي عندك دي. مش عايز ميه، مش عايز شرب. يا عم اوعى سيبني في حالي بقى. يا ابني. يا ابني. سامح مش هينفع كده يا سامح بيه. يا ابني. يا ابني حرام عليك. حد ربنا يبقى مدينه نعمة الشباب ويعمل فيه كده. والله بكره هتندم زي ما ندمت. بس ساعتها مش هيبقى فيه وقت. قوم. قوم. انا هقوم لوحدي اهو. استغفر الله العظيم. فضحنا. فضحنا في الحارة كلها. في ضيحة ايه يا كاميليا؟ هو انت يا ايتن مش متجوزاه؟ ايوه طبعا. خلاص. هي لا اول ولا اخر واحده تتجوز واحد صايع، ولما الحاره هتعرف هيقولوا الله يكون في عونها. في عونها من ايه؟ ولما يتعرض لها وهي في الشارع احنا هنعمل ايه؟ انا خايفه قوي. خايفه؟ وبعدين تعالي هنا، ايه علاقه احمد بيه؟ واحمد عامل فيه ايه مخليه متغاظ منه قوي للدرجات دي؟ اه صحيح، ايه دخله بالحكايه؟ ايه دخله مع جوزك؟ انت هتعيطي لي وتقومي وتسيبينا؟ مش هتقعدي تفهميني ايه اللي بيحصل؟ خلاص يا كاميليا سيبيها. اسيبها ليه؟ سيبيها، سيبيها تمشي في الطريق اللي هي ماشيه فيه، تشوف هيوديها لفين. طريق ايه؟ الله يخرب بيت، ده ام طريق هيوديها في 60 داهيه. وانتي قاعده ساكته، خير؟ عندك مصيبه انت كمان ولا ايه؟ دي نجله. يا رب هات العواقب سليمه يا رب. الو. ايوه يا حبيبتي ازيك؟ هو انت في مصر؟ ايه ده، هو انت في مستشفى؟ لا لا اقفلي حالا، احنا جايين لك. يلا يلا باي. في ايه؟ نجله في مستشفى ليه؟ بتقول انها عامله عمليه امبارح. عمليه ايه؟ وقالت في مستشفى ايه؟ ما تنطقي. مش عارفه مش عارفه، بتقول انها في المستشفى اللي بيشتغل فيها مجدي. مجدي؟ انا اسف يا باشا ان انا بقول الكلام ده، بس يعني من عشمي. المفروض يا باشا ان انا باخد منك الشغل من بابه، انما خليله دي مهما ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده. وبعدين انا ليا وجهه نظر. اللي تشوفه سعادتك. المهم ناوي على ايه دلوقتي؟ لا ده انا بقيت حاجه تانية خالص. ده انا بقيت ولا شرطه عبد الحليم حافظ وام كلثوم في زمانهم. انا بقى لما يجي سيرتي دلوقتي الناس بتدعي لي بالصحه وطول العمر يا باشا. برافو عليك، برافو. الناس يا باشا ليها اللي مديلهم ايديه. الناس عايزه اللي يطبطب عليهم، اللي ياكلهم اللقمه في بقهم، اللي يطمنهم على بكره. انت عملت اللي كان المفروض اعمله من زمان. طبعا يا باشا. هنا في مخ مش كنافه. طب قول لي بقى ناوي تعمل ايه؟ مدينه للشباب. هي مش الحكومه بتدي شقق للشباب بالقسط؟ احنا بقى نجيب لنا كام عباره كده ونكتب عليها مدينه المستقبل. وندي كام شقه لكام واحد كده بربع ثمنها، ونجيب تلفزيون ونجيب اذاعه وكل القنوات الفضائيه، ونعمل لهم هيصه وزنبليطه، ونجيب كام شقه كده في احلى حته في مصر. بس دي بقى بتاعنا للحبايب، الحبايب الكبار ولاد الناس التقال، عشان دول بقى هيبقوا الكماشه. حيلك حيلك، انت عايز تاخد البلد كلها في كرشك ولا ايه؟ مش قوي كده، انا بس عايز افهم الناس اللي كانت بتلعب انها كانت بتلعب على قدها، انهم هيفضلوا طول عمرهم صراصير تحت رجلي. واضح ان وجيه عامل لك مشاكل. وجيه؟ وجيه مين يا باشا؟ اللي انا بعمله ده ملوش علاقه بوجيه، انما وجيه بقى له ترتيب تاني في دماغي. اللي هو ايه بقى؟ وجيه ده لازم يجي يوم في الأيام يدخل مكتبه يلاقيني قاعد عليه ورسمي. عجباني اللعبة دي. ولسه ولسه وحياتك. طب بص بقى، أنا عايز أتكلم معاك في موضوع مهم. أنت تؤمر يا باشا، أنت تقشر وإحنا ننفذ. كاميليا. كاميليا دي، كاميليا دي يا باشا انا اجيبها لك ملفوفه راضيه ومرضيه. لا انا عايزك تكلمها في موضوع الجواز.
وتحدد ميعاد الفرح، وعايز الرد النهارده قبل بكره. اعتبرها وفاء. لا، انا مش عايز اي ضغط منك، انا عايز الرد منها هي، مفهوم؟ الله، ده انت بتحبها بقى يا باشا. ايه ده، يزعلك في حاجه؟ لا يزعلني. يزعلني في ايه؟ ده انا اكتر واحد هكون مبسوط وسعيد يا باشا. الف مبروك، الف مليون مبروك. صباح الخير يا ست جمالات. هو اللي يشوفك يشوف خير برضو. ما ليه بس؟ بقول لك يا جوز الست، انت ابعد عني السعاده احسن عفريت الدنيا كلها بتتنطط في وشي. وليه الغلط ده؟ انا كده غلطت فيك؟ ده انا بعليك برقيك. الله العظيم انت ظلمان يا ست جمالات. ظلمك في ايه بقى؟ انا اللي عملت كده في نفسي؟ انا اللي رميت نفسي تحت رجل خليله تبيع وتشتري فيا؟ الناس جرالها ايه؟ الناس ما بقاش عندها دم خالص. الله يخرب بيت الزمن اللي بقى يخلينا نشوف الاشكال دي. السلام عليكم. ساتر يا رب، ما بقاش حد يشوف نفسه خالص. طيب اهلا اهلا. انا عارفه ان انت هتقعدي تقولي تنكشي في نفسك كده، قلت اجيلك قبل ما يجيلك الضغط ولا السكر. يلا يا اخي تعالي اقعدي بقى ارغي معايا واحكي لي. كويس انك جيتي. ها احكي لي بقى ايه اللي حصل. والله ما اعرف ايه اللي حصل. جو الهباب اللي كان هنا كان جاي لمين؟ لايتن. هي ما فيش غيرها بنت زينب بيجي منها كل البلاوي اللي في الدنيا. حرام عليك، البنات غلابه. يا اختي البنات ايه؟ هما دول بنات؟ ده احنا لما كنا في سنهم كانت الواحده تخاف تخرج من الحاره لما تعرفش ترجع. ويعني ده كان كويس؟ على الاقل كان في ادب. ومال الادب بانهم يعرفوا ويفهموا كل حاجه عشان يربوا عيالهم على الصح ويحموهم. لا 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 لا، وليه انت، انا مش مصدقاكي. ايه القلبه السوداء اللي انت فيها دي؟ فيها وليه؟ تكونيش هتموتي مش عايزه تقولي لي؟ لا لا، لسه بدري على ما نموت. مش هنموت الا لما تتربع على دماغنا. ليه يا اختي، اسم الله علينا، واحنا عملنا حاجه؟ احنا عملنا كل حاجه. اقول لك ايه ولا اعيد لك ايه؟ معلش انا كنت عايزه اقعد معاكي بس ورايا مشوار مهم. رايحه فين؟ رايحه للمدعو المفروض ان انا امه عشان اعرف عمل ايه في المخبول اللي جالنا هنا ده. امان عليك يا اختي ما تظلميه، الواد ده شكله شمام، وبعدين التاني كان شكله عايزه تخلع منه. ما هو في الاول ولا في الاخر بنت خاله برضه. لا لا لا، مش ابني. لا انا عارفه كويس. انت قادره بقى. دكتور خير؟ في ايه؟ نجلاك كويس، ما تقلقوش. طب مش عايزين نشوفها ليه؟ انا بصراحه جبتكوا هنا الاول عشان اعرفكوا عملت عمليه ايه بالظبط، عشان لما تشوفوها تبقوا عارفين. عمليه ايه؟ هي اتبرعت بالكليه بتاعتها لمجد جوزها. يا مصطفي السودا، انتوا ازاي تسمعوا بحاجه زي دي انها تحصل؟ كملي اهدي شويه، عايزين نفهم. اهدى ليه؟ أكيد مجدي هو اللي قصبها إنها تعمل حاجة زي دي. نجلاء عملت ده من نفسها، وكانت بتقوم بكل الإجراءات من غير ما مجدي نفسه يعرف، حتى هو كان رافض يدخل غرفة العمليات قبل العملية. طب ممكن نشوفها؟ طبعًا، اتفضل. إيه اللي أنت عملتيه في نفسك ده؟ حرام عليك يا شيخ! هرد عليكي نفسك؟ في إيه يا كمالية؟ ليه حاسة إن أنا كنت هنتحر؟ أكتر! أكتر! أنت بتضيعي حتة من جسمك! مش بقطع حتة من جسمي ولا أي حاجة، في إيه؟ اهدي بس، أنا حاسة إن أنا اتولدت من أول وجديد. المهم أنت عاملة إيه دلوقتي؟ أنت مبسوطة؟ آه قوي. خلاص يا كمال يا اهدي عشان خاطري. اهدى إيه يا شيخ؟ حرام عليكي والله اللي بتعملي فينا ده. هي فين مروة؟ حاضر هكلمها لك أشوفها هي فين. خلاص بقى يا كمال عشان خاطري، خلاص بقى والله أهو أنا زي الفل قدامك. طب أقول لكم على حاجة؟ إيه؟ قولي يا اختي قولي. يا رب كل واحدة فيكم تحس بالمشاعر اللي أنا حسيتها. يا نصيبتي السودا، أنا عشت حالة مفيش أي حد في الدنيا دي كلها ممكن يعيشها. حسيت بمشاعر مش عارفة حتى أوصفها ولا أشرحها.
قد ايه جميل ان انت تدي حاجه لحد تحبيه قوي، وقد ايه جميل ان انت تدي امل وحياه لحد انت نفسك تشوفيه طول عمرك. قصه حب ما حصلتش ولا هتحصل. اللي بيني وبين مجدي ده اكبر واعظم من اي قصه حب انا سمعت عنها. يا بنت مش خايفه نحسدك؟ بالعكس، انا نفسي كل الناس تعرف. اكتبي عن الحب يا صبري، قولي للناس ان الحب ده شيء جميل قوي، خليهم يحبوا بعض مهما كانوا من غير اي سبب. لا ده الحكايه وسعت قوي. لا والله ابدا، انتوا عارفين ان انا من ساعه ما اتجوزت مجدي من قصه رعب ما جاتليش ولا مره. انا وانا داخله اوضه العمليات كنت مطمنه قوي وهاديه جدا، كنتش حاسه باي خوف، كنت بس بتمنى ان ربنا يقويني انهم ياخدوا مني اللي هيعيشوا بيه مجدي حتى لو انا مش موجوده. على فكره بقى، انتي وسمر فيكم من بعض كتير، هتصح بره عياط للصبح وبعدين تخش تاخدك بالحضن وتتنحنحي انتي وهي زي ما انتوا عاوزي. كاميليا. نعم. انا كنت بفكر فيكي، كنت في دماغي طول الوقت. ليه؟ اكون حموت ولا ايه؟ بعد الشر عليك، انتي جميله وحلوه قوي يا كاميليا. اوعي تدي قلبك لحد انت شايفه ان هو ما يستاهلوش. بتقولي كده ليه؟ لان الحب اللي بجد هتعرفي قد ايه هو يستاهل ان انت تضحي بكل حاجه مهما كانت. اكتبي عن الحب يا صبر، قولي للناس ان الحب ده شيء جميل قوي، خليهم يحبوا بعض مهما كانوا من غير اي سبب. لا ده الحكايه وسعت قوي. لا والله ابدا، انتوا عارفين ان انا من ساعه ما اتجوزت مجدي نط الصراع ما جاتليش ولا مره. انا وانا داخله اوضه العمليات كنت مطمنه قوي وهاديه جدا، كنتش حاسه باي خوف، كنت بس بتمنى ان ربنا يقويني انهم ياخدوا مني اللي هيعيشوا بيه مجدي حتى لو انا مش موجود. على فكرة بقى، انتي وسمر فيكم من بعض كتير، هتصح بره عياط للصبح وبعدين تخش تاخدك بالحضن وتتنحنحي انتي وهي زي ما انتوا عاوزي. كاميليا. نعم. انا كنت بفكر فيكي، كنت في دماغي طول الوقت. ليه؟ اكون حموت ولا ايه؟ بعد الشر عليك، انتي جميلة وحلوة قوي يا كاميليا، اوعي تدي قلبك لحد انت شايفه ان هو ما يستاهلوش. بتقولي كده ليه؟ لان الحب اللي بجد هتعرفي قد ايه هو يستاهل ان انت تضحي بكل حاجه مهما كانت. طب راحه فين طيب؟ هبص على البيت الرشل اللي واقفه بره. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم. مالك؟ كنت بفكر في كلام ناجلة. عجبك؟ صح. تعرفي بقى ان انا اكتشفت ان الحب ده ما بيروحش لاي حد، بيختار. ولما بيختار بيبقى اختياره صعب. كاميليا انا قررت اعلن جوازي من علاء. هو ده اللي كان المفروض يحصل من زمان. وانا مش هخاف. ما كانش المفروض تخافي من الاول. بس أنا غلطت بصراحة لما خبيت عنه موضوع سعيد لما كان عايز يتقرب مني. والله العظيم أنا كنت خايفة من ردة فعله.
انا عارفه ان هو هيحضر الموقف. طب لو ما فهمش من كلامك عنه هيفهم، هيعرف انك كنتي بتحبيه وخايفه عليه. والله العظيم هو ده اللي حصل. والله العظيم عارفه، بس انا عايزه اقول لك على حاجه، لو الحب الحقيقي اللي بتدوري عليه لقيتيه قدامك اوعي الدنيا تخطفه منك وتجري، اقفشي فيه بايديكي واسنانك. بحبك انا بكلمك. اقفشي في الحب مش فيا. ماما انا متاكده ان كلام سعيد صح. وانا ايه دخلي؟ ايه دخلك؟ انا كنت فاكره ان عادي يعني مهما حصل ما بينك انت وبابا اكيد هترجعوا تاني. لا لا، يعني هتسيبيه لواحده تانيه تلعب بيه؟ ابوكي مش صغير. اه بس لو كلام سعيد صح يبقى انا لازم اعرف هي مين، ولازم اعرف بابا بيعمل كده ليه. ممكن تشيلي الموضوع ده من دماغك خالص؟ يا ماما بابا قاعد في شقه الزمالك، الشقه يا ماما اللي بتحبيها وقلتي ان احنا لازم ننقل فيها عشان فيها احلى ذكريات حياتي. ما هو مش معقول بقى تسيبي الحياه دي بعد ما عملتيها لوحده تانية تاخدها على الجهاز. لمار ممكن لو سمحتي تسيبيني لوحدي؟ انا خلاص ما بقتش فاهمه حاجه وزهقت. ايه يعني بتتخانقوا؟ طب ما كل المتجوزين بيتخانقوا بس ما بيسيبوش بعض يا ماما. انت زي مستسلمه كده؟ كده يبقى بابا فعلا عنده حق لما قال اللي انت اللي مش عايزه تعيشي معاه، وانك انت السبب في كل اللي بيحصل له ده. ما هو لما يلاقيكي مش مهتميه باي حاجه في حياته حتى لما يروح لواحده تانيه غيرك اكيد حاسس من جواه انك انت اللي مش عايزاه. انا ماشيه يا ماما. عايزة أتكلم معاك ممكن؟ إيه الجو ده؟ آه طبعاً ممكن، في إيه؟ مش أنت قلت إن أنا وأنت زي بعض؟ اللي أنت بتفكر فيه أنا بفكر فيه، واللي أنت عايزه أنا عايزاه. قلت لي إن إحنا هنعلى قوي، هنعلى وهنبقى فوق. مش أنت قلت لي كده؟ طب وهو ده مش صحيح؟ لا صحيح، بس أنا بقى في حاجة عايزاها. أنت تأمر يا مرو. عايزة أطمن عليك يا أحمد. أه والله عايزة أطمن عليك. وأنت مش ملاحظ أنت عمال تجري 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 ورا الفلوس، السلطة، الشهرة، وأنا عمال أجري وراك وأسمع كلامك ونفسي أطول أي حاجة من السما، بس ما عنديش جناحات. بكره مروه هيبقى عندك بدل الجناح مليون جناح. البني ادم لو بقى عنده مليون جناح برضه مش هيعرف يطير. هو في ايه؟ انت شكلك بتقعدي مع سمر كتير قوي اليومين دول. لا يا احمد، مش سمر مؤثر عليا، اللي بشوفه حواليا هو اللي مؤثر عليا. تقدر تقولي مدحت ومنى وصلوا للوصول ده ازاي؟ بيحبها بجد، عايزه تبقى معاه، نفسه يتجوزها. عارف كل ده ليه؟ عشان هي حسسته ان هي بتحبه بجد، فقرروا هما الاتنين يبقوا صادقين مع بعض. منى طول عمرها نفسها توصل، تعبت واتبهدلت وهتوصل، هتوصل من غير ما تعمل كل اللي احنا بنعمله. اه هتوصل بصعوبة وببطء، بس يوم ما هتوصل مش هتقع، عشان وقتها كانت هتبقى واقفة الأرض صلبة. مروه انت شكلك كده في حاجه مضايقاكي. لا مفيش حاجه مضايقاني، انا عايز اعرف انت قافل قلبك ليه. قفلت قلبك في وش اختي كاميليا،
اللي هي كانت عايشه معاك وحاسه نفسها عايشه قصه حب، ولا كانها قصه حب روميو وجولييت، صح؟ يا بنتي كاميليا دي، كاميليا دي بنت هبله. لا مش هبله، كاميليا انسانه حبت، حبت من قلبها بجد. واوعى تقلل ان حد حبك يا احمد، علشان بكره هتدور على اللي حبك ده ومش هتلاقيه، وساعتها هتندم. فيها يا مروه؟ انت عايزه توصلي لايه؟ انت ايه اللي مضايقك من الاخر؟ ما تقولي. حاسه ان انا خسرت كل حاجه، وجيت طردني، قال لي كلام وحش قوي، قال لي كلام عمري ما كنت اتخيل ان حد يقوله لي في يوم من الايام. حاسه ان انا بقيت رخيصه ماليش سعر. وجيه؟ ها، وجيه قال لك كده؟ وحياه امه اللي ربيه. احمد انا مش عايزاك تربيه، انا عايزه انا وانت نطلع من كل اللي فات ده وننساه، ننساه كاننا اتولدنا من جديد. انا وجيه وجعني قوي، كلامه خلاني حاسه اني قرفانه من نفسي، قرفانه منه، من كل واحد شبهه عرفته في الفتره اللي فاتت. احمد انت ابن عمتي، وحلمي وحلمك واحد، واللي انت عايزه انا عايزاه، احنا ليه مش مع بعض؟ ازاي مش مع بعض يا مرة؟ ازاي مش مع بعض؟ احنا اتفقنا وخلاص، وانا وعدتك ان انا عمري ما هسيبك، وهنفضل طول عمرنا مع بعض. كنت بتكذب. انا يا مرو عمري ما كذبت عليك انت بالذات. لا يا احمد كنت بتكذب، زي ما كذبت على كاميليا يا اختي، وبتكذب دلوقتي على ايتن وبتلف وتدور عليها. احمد انت مش وحش قوي كده، ليه مصمم تبين نفسك ان انت شرير ووحش وتنزل نفسك لتحت؟ انا ما ضحكتش على حد يا مرو. لا يا احمد ضحكت، بس انا اقول لك حاجه، انا من النهارده عايزاك معايا، مش هقول لك ان انا احبك الحب اللي حبيته لك كاميليا، ولا احبك الحب الجبار اللي محدش حبه لحد قبل كده، لان انت عارفني كويس، انا مش اهم حاجه عندي الحب. انت عارف ان انا اهم حاجه عندي ورقم واحد هي الفلوس، انا وانت زي بعض، فتعالى نبقى مع بعض، احنا في غنى عن كل الصراعات اللي احنا فيها دي، تعالى نمشي ونسيبها ونبتدي من اول وجديد انا وانت. بقول لك يا مروان، انت عايزه رايي؟ انت تاخدي بعضك دلوقتي وتروحي على البيت، تاخدي حمام سخن، وبعد كده تعملي احلى ميك اب عملتيه في حياتك عشان تحضري فرح في ريال. انا عايزك احلى واحده زي ما انت في نظري طول عمرك، أحلى واحدة. وصدقيني أنا عمري ما كدبت عليكي ولا هكدب عليكي. أنا عايز أتكلم معاك، تحب نتكلم هنا ولا نخرج بره؟ عايز إيه يا عادل؟ أنا جالك عشان أنت صاحبي وأخويا، وعشان امك اللي بقالها يومين معايا في البيت زي امي بالظبط مش عايزه تسيبني، وكمان مش قادر انسى ان في يوم من الايام بعد ما امي وابويا ماتوا كنت بلبس لبسك، كنت بنام على سريرك، وكنت باكل معاك من طبق واحد. انجز. لا مش هنجز احمد، لا انا مش هنجز احمد، انت لازم تسمعني وتسمعني كويس قوي كمان، وانت كمان لازم تسمعيني. اه اللي انت فيه يا احمد ده هينزلك من سبع ارض، وكمان اللي انت فيه وماشي وراه هيخليك اسفل السافلين، ومش بقيت تشتغلي اوسخ مهنه في التاريخ. انت اتجننت يا عم؟ لا انا ما اتجننتش، انا ما اتجننتش يا مروه، بالعكس انا فوقت، انا فوقت وخايف عليكم انتوا الاثنين، عشان انت زي اختي وهو زي اخويا. انا كنت تايه وكان مضحوك عليا، كنت عامل زي اللي معمول له عمل، بس الحمد لله فوقت في الوقت المناسب كمان، عشان كده انا مش هسيبكم ولا هسيبك ولا هسيبه لغايه ما تفوقوا وترجعوا من اللي انتوا فيه انتوا الاثنين. خلصت كلامك عادل؟ لا لسه. طب قول.
صدقني يا احمد اللي انت فيه ده مش الدنيا اللي انت بتدور عليها. اللي انت فيه ده مقلب كبير، والله العظيم مقلب كبير. الدنيا احمد ممكن تضحك لك بصوت عالي، بس اوعى تفتكرها ان هي بتضحك لك بجد. لا، الدنيا عامله زي النداهه اللي بتنادي الفريسه بتاعتها، اول ما توقعها بتخلص عليها على طول. فوق احمد، فوق. اسمعني يا احمد، بقول لك يا عادل، امشي اطلع بره. انا مش مستغرب رد فعلك ومش زعلان منه ومش هسيبك ومش هزعل منك ومش هخاف منك تاني، لكن هخاف عليك. وانت يا مروه، انت من النهارده في رقبتي. قومي اتحركي، امشي معايا دلوقتي. ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى. انت بتعمل ايه يا حيوان؟ انت نازل ايدك ورا. ايه مالك؟ في حاجه ولا ايه؟ حالي مروان شكل ست. طب ما تتحركيش، ما تتحركيش، هتصل الاسعاف حالا. بسرعه. الحمد لله بقت تمام دلوقتي. هسيبك معاها شويه. شكرا. كانت بنت. ليه؟ ايه اللي انا عملته عشان يحصل لي كل ده؟ ماشي، الحمد لله ربنا عوضنا ان شاء الله. يعوضنا؟ يعوضنا منين؟ مش عايزه اكمل معاك. انت لازم تطلقني. انت السبب في كل حاجه وحشه حصلت لي في حياتي. مش عايزة أشوفك ولا أسمع اسمك تاني في حياتي. مش عايزة يا مروان. أنت اللي قتلتها على فكرة. أهو قتلتها. قتلتها وقتلت كل حاجة حلوة جوايا. مش هقدر أسيبك. وأنا مش عايزاك. أنا مش هقدر أسيبك لأن ماليش حد في الدنيا كلها غيرك. أنا لوحدي خالص دلوقتي يا أميرة. أنا زي بالظبط كده اللي مرمي كبير خويط قوي قوي مقفول عليه. حتى ملوش حق يصرخ. مفيش حد حواليا. ولا أهل ولا أصحاب. ولا حتى بابا الله يرحمه. مفيش غيرك والله. عشان كده جيت يا مروان. حسيت إن خلاص بقيت لوحدك. جاي تبقى معايا مش كده؟ لا والله العظيم ابدا. انا جاي بس عشان انا حسيت ان انت الحاجه الحقيقيه الوحيده اللي في حياتي كلها. انت كذاب يا مروان. والله العظيم ثلاثه ما بكذب، وحياه بنتنا اللي راحت ما بكذب عليك. انا بكلمك بصدق دلوقتي جدا. انا كنت بتمنى البنت دي اكتر منك على فكره، بس أنا عارف إن أنا غلطت، والغلط اللي أنا غلطته ده غلط كبير جدا، مش سهل إنك تسامحيني، بس حاولي، حاولي ورحمة بنتنا اللي راحت، رحمة أبوك يا شيخة. أبويا؟ أنا مش هقدر أعيش لوحدي. أنا مش هقدر أشوف الدنيا من غيرك خلاص. صدقيني بقى. أنا مش قادرة أصدقك يا مروان. مش قادرة. قولي. مش قادرة. ثقتي ليك راحت. مبقاش في ثقة يا مروان.
أنا هعمل أي حاجة في الدنيا عشان خاطر الثقة دي ترجع تاني. مش عارفة. مش عارفة. أنا باخد قوتي منك. أنا سايب الدنيا كلها وجاي لحد عندك عشان أحاول أصلح الغلط اللي أنا غلطته الفترة اللي فاتت. أنا عارف إن ده صعب عليكي قوي. بس معلش. حاول يا ميرا. أنا محتاج جنبي قوي. عشان خاطر. قلبي مصدقك. بس عقلي بيقول لي ما تعمليهاش تاني. صدقي قلبك أبوس إيدك. ولو طلعت نادلة تاني معايا يا مروان أعمل إيه؟ مستحيل. مستحيل. بص يا حبيبي، اسمع كلامي. الدنيا دي عايزة اللي يطاطلها لحد ما يتمكن ويرفع راسه. وهو بيرفع راسه يرفع رجله، يدوس على اللي داس عليه زمان، بس يدوس عليه بإيه؟ من غير رحمة، علشان ما تقوملوش قومة. خليك عاقل وواعي كده وعقل كلامي كويس. بقوله كل واحد بص لنفسه كلنا هنستريح زمان. شكلك متقل في الشرب يا أخوي. متقل ولا حاجة، أنا صاحي وفايق. قلب على المحروس متولي. بقول لك ايه؟ خليك في حالك يا بابا. انا في حالي. والله العظيم في حالي. بس عايزك تبص عليا. مش هتشوف انت رايح فين. فشل. ابني هيبقى سيد الرجالة. صح صح صح، هيبقى سيد الرجالة. بس هو عايز يبيح يحضر الدنيا ولا لا؟ اهدى 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 يا راجل، اقعد معاهم واتكلم عادي. اخوانا انا بس مجرد سؤال والله، بس انا عارف ان عزت بيه ده راجل صاحب واجب، يحب يواجب مع الرجال اللي بيشتغلوا معايا. بس هو دور بقى السؤال، يعني هيوجب ازاي؟ عادي يعني ولا زي ما كلنا عارفين وعاملين عبط؟ تصدق بالله لو اتكلمت تاني ايدي هتنزل على وشك تفوقك عشان تخليك تعرف تتكلم كويس. جاتك الهم. يلا. جاتك البعيد واكسه. يلا بقول لك ايه؟ انت تطلع تغير هدومك وانا اعمل شويه مكياج والبس عبايتي ونتكل على الله نروح الفرح. يلا. خليك ورا امك يا متولي. لا يا حبيبي. خليك ورا امك. زي ما انا تحت رجليها. اللي عملت في نفسي كده. انا اللي عملت في نفسي كده. خفت منك قوي يا عادل. كان لازم اعمل كده يا مروان. ايوه بس اللي انت عملته ده كان صعب قوي. انا بحبه، بخاف عليه، بحبك وبخاف عليك. قلت لك انت زي اختي وهو زي اخويا. وايه اللي شقلب حالك قوي كده؟ فقت. بس مفيش حد فوق لوحده. عندك حق. بصيت حواليا لقيت ان انا كنت ماشي غلط ولازم اتغير. وبعدين؟ السيده خدتني عند ابويا في المقابر. خدتك؟ كنت بسمع على طول ان الناس بتروح تزور اهاليهم في المقابر، وان الميت بيسمع اهله وبيسمع شكوته. انا بصراحه وصلت لمرحله مش عارف افضفض لمين واحكي لمين. رحت لابويا وحكيت لي. مقابر ايه يا عادل؟ خدتني عند قبر الجندي المجهول. لقيت اسمه هناك محفور. مفيش جثمان بس في اسمه. بس تخيلي حسيت ان هو موجود قدامي وقعدت احكي له. وهي كمان قعدت تحكي لي تقول لي قد ايه كان بطل وقد ايه ابوك كان شجاع. قالت لي لو عايز تعرف اكتر خد رقم حد من صحابه اللي كان معاه في السريه. خدت الرقم وكلمته ورحت له. قعد يحكي لي حاجات كتير قوي حسستني قد ايه انا كنت بعيد مش موجود اصلا. قال لك ايه بقى؟ قال لي قد ايه كان ابويا بطل وشجاع، كان معاه عساكر كتير قوي، بس كان بيعتبرهم أمانة. أي عسكري كان تحت إيده كان أمانة عنده لازم يرجعها لأهله. كان بيخاف عليهم
قال لي ان هو لما مات حد صدق، كلهم قالوا مش هنصدق غير لما نشوف جثته، ولما ما لقوش جثته اللي قال ان هو اتأثر، واللي قال ان هو فقد الذاكره. اخر حاجه كان عايزين يصدقوها متأكدوا ان هو يكون مات. طب احكي لي وبعدين. تعالي يا بابا. عارفه مروه ان احنا اتربينا ان احنا نكره كل حاجه في حياتنا؟ صدقيني الناس اللي ربتنا على ان مفيش فايده في البلد دي، ربتنا على ان البلد دي مفيش فيها امل، كل حاجه وحشه، زحمه وحشه، شوارع وحشه، الحكومه وحشه، الموظفين وحشين، والصحاب وحشين، ده حتى الاغاني بقت تقول لك مفيش صاحب بتصاحب. طب عايزه ايه تاني؟ اتخلقوا جوانا ان مفيش حاجه اسمها حب، في كره بس. عارف يا عادل، انا برضو حسيت بكل اللي انت بتقوله ده دلوقتي، بس انا ناوي تعمل ايه؟ مش عارف، الكلام اللي انا سمعته النهارده ليا ده خلاني احس ان انا ولا حاجه. لا لا، انت حاجه وحاجه كبيره كمان. يا سلام، مأمورة ايه بقى؟ مأمورة ان ربنا خلقك. نعم. اه بالعكس، طالما ربنا خلقك فانت مهمه، كفايه انه نفخ فيك من روحه، حاجه مهمه، حاجه ليها لازمه، بس احنا ندور جوانا. عارفه منير كان ليه اغنيه زمان اسمها بنتولد؟ كان بيقول بنتولد طاهرين. اه كما زرع خضره في ارض طين، زي الزرع بالظبط، بس بنكبر نكره نفسنا، نكره السنين، مع اننا اساسا بنتولد طاهرين. تاني هي دي الاغاني اللي لازم نسمعها. انا عايز اسمعك، انت ساكته ليه؟ مش عارفه يا عادل، انا طول الوقت عماله اجري اجري اجري، ما بنامش، كل حلم ان انا اصحى تاني يوم الاقي نفسي عندي كل حاجه انا بتمناها، فلوس كتير قوي، فيلا، عربيه، خدم، وعندي شركه كبيره وتحت ايدي موظفين اتحكم فيهم. كنت كل يوم الصبح ابص لنفسي في المرايه اقول الله انا حلوه قوي، حلوه قوي على المكان اللي انا عايشه فيه ده، حرام الجمال ده يتدفن في الحاره دي. الحاره كانت بالنسبه لي بعبع، وناسها كانوا شياطين. كنت عايزه احقق كل احلامي بسرعه، كنت عايزه انزل على الناس بباراشوت واعمل كل اللي انا بتمناه. وبعدين كل احلامي طلعت وهم، الحد الوحيد في حياتي اللي صح هو منى. وانت زي منى ويمكن احسن كمان. مش صحيح. لا صحيح، بس انت فكري وعرفي انت ناوي تعملي ايه. عارف انا هعمل ايه؟ انا هقف جنب احمد ابن عمتي، مش هسيبه. تاني يا مروه. ايوه يا عادل، بس المره دي انا هقف جنبه بطريقتك انت، بالطريقه اللي انت شايفها انها صح. كده انا معاكي. طب انا كنت عايز اسالك على حاجه، انا سمعت انت عايز تهاجر وتسيب البلد. لا بس خلاص مش هاجر، انا قاعد في البلد دي مش هسافر. هتعمل ايه؟ اشتغل اي حاجه، ان شاء الله حتى اكلم منى اقول لها خديني عنك مندوب مبيعات. طب والله العظيم فكره. تيجي معايا؟ اجي معاك فين؟ لا طبعا. ليه؟ معرفش يا عادل، انا انفه شويتين بصراحه، لو حد قال لي كلمه كده ولا كده بصراحه هشبشب له، مش هقدر اسكت. لا شبشبي براحتك، انت معاكي رجاله، اعملي اللي انت عايزاه، بس عشان خاطري تعالي معايا. هتيجي. مساء الخير. مساء النور. انا توقعت اشوفك في الفرح. ما بقتش احب الهيصه.
طب وبعدين؟ هفضل واقف كده؟ ممكن ادخل ولا ايه؟ اتفضل. تحب تشرب ايه؟ لا ولا حاجة. أنا بعت رسالة مع أحمد. قالك عليها؟ في الحقيقة بقالي كذا يوم ما بشوفوش. أنا الحقيقة قلت له إن أنا مش قادر أستغنى عنك ولازم نحدد ميعاد للخطوبة. صدقيني مش هتندمي. تعالى يا عادل. السلام عليكم. مساء الخير. مساء الخير. اهلا يا مروة. ازيك يا عادل؟ طب استأذن انا بقى هستنى ردك باسرع ما يمكن. اوكي؟ اوكي. عادل عايزك في حاجة مهمة. بعد عليا. الراجل ده كان بيعمل ايه هنا؟ كاميليا رد عليا، الراجل ده كان بيعمل ايه هنا؟ انت ازاي بتكلمني بالطريقه دي؟ اه المشكله في الطريقه. طب يا كاميليا هانم، عزب بيه كان بيعمل ايه هنا؟ هل في بيزنس مشترك بينكم؟ وانت مالك؟ لا انا مالي ازاي؟ ازاي انا مالي؟ اما ادخل على بنتي حتتي في بيتها ولا مع راجل غريب يبقى مفيش حاجه اسمها انا مالي. عادل بالراحه لو سمحت. وليه بالراحه؟ سيبيه براحته. مش كده يا كاميليا؟ لا هي كاميليا عندها حق، انا ماليش ان انا اسالها ولا انا اتكلم. مستنيك تكلميني يا مروه. براحتك يا كاميليا، براحتك. انا لازم اشوف حل لطريقته قليله الادب اللي بيكلمني بيها دي، لان دي مش طريقه محترمه. عادل بيحبك يا كاميليا. وانا مالي؟ انا مالي؟ بصي يا كاميليا، انت مش عارفه تفكري كويس وبتاخدي قرارات كلها غلط. اللي انا عايزه اقوله لك ان عادل فعلا بيحبك، والحب اللي بجد ما بيجيش غير مره واحده. ركزي شويه. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أخويا. أنا وعدتك إن شبكتك هتبقى عندي. مرسي قوي. عشان تعرف إن أنا عند وعدي. تعبت نفسك يا ريس، بس إن شاء الله ربنا يقدرني والجميل ده هيترد قريب قوي. تقولش كده متولي. أنا أي راجل عندي لازم راسه تبقى مرفوعة لفوق. إن شاء الله نردها لك قريب يا باشا ونجاملك في الأفراح. Thank you.
عوض على عظيم. ايوه اتفضل معانا. في ايه يا حضره الظابط؟ اما يجي معانا هيعرف. هاتوه. هاجي معاك فين؟ ايه عايز تحاسبني يا عايزك؟ ماشي يا احمد. في ايه؟ ما تقلقش انا هتصرف. روح انت دلوقتي. السلام يا حماده، تعيش وتاخد غيرها يا حبيبي. ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ انتي مش ممكن، مش ممكن. اه كده صح، عشان كده قابلتي لمار وحش، عشان كده قلت لها مش عايزه اسمع حاجه ولا اعرف حاجه. انتي، انتي اللي كنا بنعتبرك واحده من العيله، انتي اللي وقفنا جنبك وخدناكي في حضننا. حضرتك، حضرتي يا وزفتي. ده مش كده وبس، ده انت كمان لعبتي لعبه خضره. ما اسمحلكيش. تسمحي لي ولا ما تسمحيليش؟ ولا انا هقول ايه؟ انت من بيئه واطيه، الواد وابوه، عشان لو ده فلت تجيبي التاني على ملا وشه، مش كده؟ مش صح، انا لو كنت بفكر كده كنت كنت ايه؟ الحمد لله، الحمد لله انك ما اتجوزتيش الاثنين في وقت واحد، الحمد لله. لا كفايه كده، كده زياده قوي. انا لسه محترمه حضرتك عشان. عشان ايه؟ اوعي تقولي عشان اللي كان بينا ولا عشان فضلي عليكي. انا فضلي عليكي وبنتي وابني فضلهم عليكي. انا ما حدش له فضل عليا. سما خير، ايه اللي جابك دلوقتي؟ اللي جابني دلوقتي ربنا، عشان اشوف المصيبه اللي احنا فيها. سما بعد اذن حضرتك، يعني احنا دلوقتي مفيش بينا اي علاقه، مفيش بينا اي حاجه، يعني تسمح لك تكلميني بالطريقه انا دي؟ مش بتكلم عليا انا وانت، انا بتكلم على موضوع تاني خالص. يا بيه يا اللي ماشي ورا دماغك ومش عارف الدنيا فيها ايه. لا لا لا، الطريقه دي لا، لو سمحتي، انا كده ممكن اتكلم معاكي بطريقه مش كويسه. قولي للبيه ولا تحبي اقول له انا؟ هتقولي على ايه بس؟ لا لازم هي اللي تتكلم. ايه يا حبيبتي؟ مكسوفه ولا ايه؟ يلا اتكلمي. هو انت مش عارف ان سعيد عايز يتجوز؟ انت جايه هنا عشان تقولي لي كده؟ عارف ولا لا؟ عارف يا ستي، عارف. قال لي. كويس قوي. وقال لك بقى مين اللي بيجري وراها وهيموت عليها؟ لا ما قاليش. الهان الهانم؟ ايه ده؟ هو انت ما عندكش خبر ان سعيد قال لسمر انه بيحبها وبيموت فيها وعايز يتجوزها؟ ما عندكش خبر كمان ان سعيد طلب من لمار انها تقربهم من بعض؟ ما تعرفش انه طلب مني اني اروح اقنعها؟ بس يا خساره، ابوه اتجوزها اللي سبق اكل النبأ صحيح. ولا هنعمل بقى زي الافلام ونقول انه ضحك عليكي؟ ولا نقول ان انت كنتي محتاجه تخرجي من الحاره اللي كنتي عايشه فيها وتعيشي في مستوى مختلف، ولقيتي قدامك فرصه، واحد زي الفل اهو صاحب دار نشر، وانت عندك طموح الشهره، وهو الطريق الوحيد اللي ممكن تاخديه وتمشي فيه عشان تحققي كل احلامك. لا هو ايه ده؟ لا لا مش صح. ليه؟ ليه خبيتي عليا ان ابني بيحبك؟ عشان ما كنتش عايزه اخسرك. ده مش مبرر. بس بالنسبه لي ده مبرر قوي منطقي جدا. بالنسبه لها يعني هي قررت المناسب ليها، اللي هي شايفاه صح عشان تعمل اللي هي عايزاه. انا عمري ما فكرت في ولا كلمه انت بتقوليها دي. أمال إيه؟ عايزة تقنعيني إنك بتحبيه؟ عايزة تقنعيني إنك بتحبي واحد قد أبوكي؟ أنا لو كنت ما بحبوش
كنت اخترت سعيد من اول يوم، كنت هتقفي جنبي وترحبي بجوازي منه، وكان هو هيحارب الدنيا كلها عشان ابقى جنبه. لو انا كنت بدور على الفلوس والشهرة زي ما هي بتقول، توافقت على سعيد وتوصل لها اسرع. بس انا اخترتك انت عشان عايزك انت. يا ترى ليه؟ عشان بحبه. احساس يمكن عمرك ما عرفتيه في حياتك. يا ترى بقى صدقت الهانم بعد اللي عرفته ولا فوت؟ ليه خبيتي عليا؟ عشان ما كانش ينفع اقولك. وليه بقى ما كانش ينفع تقولي له؟ ممكن لو سمحتي تسكتي، مش عايزه اسمع منك ولا كلمه. لا، انت لازم تسمعي مني كل الكلام اللي انا عايزه اقوله، لان الكلام اللي انا بقوله هو الحقيقه اللي محدش عايز يسمعها. انت عايش كانك ابن العشرين، مش عايز تاخد بالك انك كبرت وبقى عندك اولاد لازم تاخد بالك منهم ومن احلامهم. نسيت ان اللي يقولك بحبك وانت في السن ده لازم يكون وراه حاجه وعايز منك حاجه، وعلى قد ما هيتنازل عشان يبقى معاك على قد ما هياخد منك. كنت كل ما اتكلم معاك تتريق عليا كاني مش فاهمه حاجه في الدنيا. كل ما اقول لك خلي بالك احنا كبرنا تزعل وتسيبني وتمشي. كنت عايز تعيش حياه مش بتاعتك وزمن مش زمنك. كفايه بقى كفايه. لا لازم تسمع. لا مش هسمع، مش هسمع، لان كلامك غلط. أنا الغلط مش عندي، لا عندك أنت. طول عمرك شايفة الدنيا بعينيك أنت وبس. حاسة إن الدنيا خلاص انتهت، وإحنا لازم نتكل على جنب ونتفرج عليها. أنا مش غلط. مش غلط حتى لو كنت. حتى لو كنت حبيت سمر. حتى لو كانت خدعتني وضحكت عليا. فده مش معناه إني غلط. أنت لسه بتكابر؟ لا. أنا مش بكابر. أنا مؤمن، مؤمن إني كنت صح ولسه صح. مش عيب إني أحب من كل قلبي، مش عيب إني أحب أعيش الحياة مهما كان سني. العيب إني أكون زيك أنتي، عايش وقاعد مستني الموت. كل الدنيا بتفتح لي باب أقفل على نفسي وأبقى خايف الناس تقول عليا ده كبر وخرب. أنا مش غلط لما حبيت سمر، حتى لو كانت خدعتني، حتى لو كانت خبت عليا. العيب فيكم انتوا الاتنين. انا مش متضايق من سمر علشان طلعت عكس ما انا متخيل، لا دي مشكلتها هي مش مشكلتي انا. مش هطلب منك تغيري اي حاجه في دماغك، لاني مهما عملته مهما قلت هتفضلي زي ما انت كده. انا الصح وانتوا الاتنين غلط. علي استنى استنى كده. ليه كده؟ الله يسامحك. الله يسامحني على ايه؟ هو انا اللي خربت البيت وخنت الثقه اللي اهله ادوها لك؟ واضح انك مش واخده بالك ان انت اللي خربتي بيتك. واضح مش واخده بالك برضو ان انت سبب في الطلاق، انك انت اللي خليتي عليا يسيبك. انا مش هغلط غلطك، مش هغلط غلطك. يا فندم اكيد في سوء تفاهم للي بيحصل ده، وانا مش هسكت. انت بتهددني ولا ايه؟ لا يا فندم، اهدد سعادتك ازاي؟ انا عارف ان سعادتك بتقوم بواجبك على اكمل وجه، وانا بحترم ده تماما. انا بتكلم على اللي ورا الموقف ده واللي اكيد سعادتك تعرفه. انا بقى ببلغك انك تبلغه ان الامور مش هتمشي زي ما هو عايز ابدا. وهو عايز ايه؟ عايز ايه؟ طبعا عايز يشوه سمعتي. انا راجل ناجح يا فندم، وهو اكيد راجل فاشل وعدو لاي شخصيه وطنيه. انا بقى سعادتك الشخصيه الوطنيه دي اللي بتسعى انها تدي امل للشعب عشان يعيش يا فندم. شخصيه وطنيه وبتدي امل للناس انها تعيش، وايه كمان؟ لو سمحت يا فندم، انا حاسس في اسلوب سعادتك بعدم الاحترام والاهانه، وده هيكون له توابع مش كويسه. انت متهم بانك احتلت على البنوك واخدت قرض باسم شركه مش شركتك، وانك بتتاجر في المخدرات والادويه المهربه. مخدرات ايه يا فندم؟ مخدرات ايه؟ انا برضو اتاجر في المخدرات،
لا يا فندم، الكلام ده مش حقيقي وكلام فارغ. والجمعيه الخيريه اللي تم تاسيسها والاجتماعات اللي بيتم من خلالها تجنيد الناس. يا فندم الجمعيه الخيريه دي انا واخد بيها ترخيص من وزاره الشؤون الاجتماعيه، اعمل ايه تاني انا؟ احياني يابا. ابو كارما جبت الحاجه اللي قلت لك عليها؟ يا باشا عيب يا باشا، بتتكلم في ايه اهو؟ يا عم ايه فزعتني يا عم، انت ايه قطر داخل المحطه؟ ما تهدى شويه، انت ما عندكش احساس خالص، مش سامع المزيكا؟ سامع يا باشا. استمتع ابو كارما. تعرف السيجار ده بكام ابو كارما؟ الحقيقه يا باشا انا ما عنديش فكره عن اي نوع السيجار، انا اخر صباع التباشير ده. يا راجل يا راجل اطلع من دول، ده انا خبزك وعجنك. انا ده انا غلبان يا باشا. يا راجل غلبان ايه؟ والله غلبان. ده انت شطان. انا شطان؟ يا ريت والله يا باشا. شطان شطان يا ابو كارما. اصل انا بيني وبينك ما بقلقش في حياتي الا من نوع واحد من البني ادمين، لما تلاقي واحد سافل وفي نفس الوقت متواضع، بحس انه مش سالك كده وان في حاجه مخبيها عليا. والله انت ظالمني. مش بقول لك انت ظالمني يا باشا. لا مفيش مشكله ابو كارما، بس احنا مقدرينك ومقدرين الخدمه اللي انت قدمتها لنا، وعشان كده انا هكافئك، مش انا وبس، ده الناس اللي فوق كمان. انا بالحق يا باشا، مين الناس اللي فوق دول؟ عيب ما تسالش، ده احنا بنقول ان انت راجل كبير وفاهم، ما نسالش في حاجه مالناش فيها عشان ما نزعلش حد. بس انت بجد اديت خدمه وطنيه للبلد. انا الله، ده انا على كده بقى ابو كارما الهجان. لا ده انت مش شيطان وبس، ده انت عسل كمان. الله يخليك يا باشا. لا بجد ابو كارما انت بطل، انت ساعدت الحكومه انها تقبض على واحد نصاب وعايز يخرب في اقتصاد البلد، ده طلع تاجر مخدرات وسلاح، تصدق؟ معقول يا باشا؟ طب تصدق انت؟ اول مره اعرف دلوقتي. لا ده انت كده عسل بزياده ابو كارما. حبيبي يا باشا. طب ايه، اقوم اجيب عيش فين بقى واغمس ولا؟ الله الله الله. خلاص ابو كارما قوم اتوكل على الله، ولازم تجيني بكره الصبح عشان عايزك في حاجه مهمه. تؤمر يا باشا. سلام. حلو ابو كارما. مين؟ أنا مدحت. عايز إيه؟ اسمح لي أدخل. إيه اللي جابك هنا؟ أنا جاي لك. الهاني مكلمتك ها؟ عايزة منك إيه بقى المرة دي؟ عايزك تموتني مش كده؟ اسمع من مدحت، أنا بقيت خايف من حاجة ولا على حاجة، وممكن أعمل أي حاجة، سامع؟ ممكن تهدى. اهدى سامع. تعال انا هشرح لك كل حاجة. اهدى. اقعد. أنا آسف. آسف على إيه بقى؟ آسف على إنك سمعت كلام واحدة كل همها إنها تدمرني؟ وانت كمان لما اتجوزتها عشان طمعان فيها وعاوز تكوش على شركتها. انت مالك يا جدع؟ مالك انت؟ ولا انت خلاص فجأة كده بقيت حامل حمى؟ ولا يمكن بقى كنت متحبها وهي على ذمتي، ولا كان في بينكم علاقة؟ لا ده ولا ده، انا كنت غلط وغلطت فيك وجاي دلوقتي عشان اقف جنبك ومعاك. انا زي ما غلطت فيك يا سامح واجب عليا ان اصلح كل اخطائي دي، واحنا برضه في النهايه اصحاب ولا ايه؟ حلوه حكايه الصحاب دي يا صاحبي. من امتى عم مدحت وحد فينا يعرف يعني ايه صحوبيه؟
أنا يا ابني لولا المصالح كان زماني ميت، ولولا إن في ناس محتاجاني عشان تضغط بي على ناس تانية كان زماني مرمي في الشارع. بس أنا بقى مش هسيبك، عارف ليه؟ أيوة، هنا بقى مربط الفرس. أنا عايز أسمع ليه؟ عايزني في إيه؟ ومين عايزني؟ ولا المصلحة دي تخصك أنت لوحدك؟ أنا مش هسيبك عشان أنت علمتني حاجة أنا عمري ما كنت هتعلمها. تعلمتني يعني إيه صداقة؟ ويعني إيه إنسانية بجد؟ بجد يا مدحت؟ سامح، أنت لازم ترجع زي الأول وأحسن كمان. يا ابني أنت مش قليل، واللي أنت وصلت له ده حاجة مش سهلة أبدا. وبعدين أنا وأنت كنا إيه؟ فاكر أول ما اتخرجنا من الجامعة وقلت لي أنا مش هسمح للزمن إنه يلعب بيا ويحطني في مكانة مش بتاعتي؟ فاكر لما قلت لي أنا مش ممكن أبقى مدرس رسم أدخل وأخرج من الحصة وإن إمكانياتي أعلى من كده بكتير؟ بالنتيجة يا صاحبي، النتيجة زي الفل، بس إحنا اللي مش واخدين بالنا، إحنا اللي كفرنا بالنعمة اللي ربنا اداها لنا. تعبان تعبان يا مدحت، وهو لازم تتعب، بس إحنا نسينا، إحنا نسينا سامح إن إحنا حققنا كل اللي كنا بنحلم بيه. بقى عندنا الفيلا والعربية والشركة الكبيرة، وانت بقيت واحد من أهم مصممي الأزياء في البلد دي، بس للأسف ما صمناش لنا، فكان لازم اللي حصل ده يحصل عشان نفوق. مدحت، عشان خاطر ما بقتش حابب الكلام ده، قول لي انت جاي عايز مني ايه؟ أنا جاي لك عشان أقف جنبك ومعاك، وعشان ما تحسش للحظة إنك بقيت لوحدك. عند الحد اللي هم عايزينه على الأقل دلوقتي يا أخي. هتعمل إيه؟ ملحوقة ملحوقة، تقدر تصلح، تقدر تخليهم يعرفوا إنك قدمت على كل حاجة وإنك عايز فرصة من الأول، وزي ما البلاغ يتقدم ده يتسحب ويطلع كيد. مش صعب مش صعب، كل حاجة سهلة، بس لو صلحت الأمور. آه يا أحمد، الظهر لعب بس رجع تاني ولف لورا. مش طايق اشوفك يا فريال. ليه؟ بابا ولا بابا؟ يا ريتك بابا. طب خليك قاعد بقى، علشان امك هتلاقي قاعده لك تحت ومش هتتحرك من هنا غير الصبح. لا بقول لك ايه، امي لا، وبعدين مش عايز اسمع صوتك النهارده يا فريال. صوتي؟ اه لا يا حبيبي، انا صوتي يتسمع واقول اللي انا عايزه اقوله. هو انت هتحبسني ولا هتحبسني؟ ولا عايزنا اشتكيك للكبير؟ بقولك يا بت، هو انت فاكره ان انا هخاف منه ولا اصلا هعمل له حساب؟ والله؟ اه والله. طب كويس والله، على الاقل ابقى عارفه ان انا متجوزه راجل. ده راجل راجل، وحياة امك راجل. اياك تعملها وتمد ايدك عليا، اللي هتلاقي نفسك مرمي بره الفيلا انت وامك.
يا فندم الكلام ده كلام كذب. صدقني انا مش بكذب على سعادتك. ده اكيد بلاغ كايد يا فندم. انا ما اعرفش الناس دي عايزه تعمل معايا كده ليه. عايزين يهدوني يا باشا، عايزين يهدوني عشان انا بهددهم وعايز افضحهم كلهم. تفضحهم في ايه؟ ومين الناس دي؟ يا باشا انا سعادتك انا شغال والله العظيم في النور وقدام كل الناس وعينك تاجر. يعني ما اعرفش اللي اسمه سامح ده طلع لي منين. مش عارف، عايز البسني مصيبه يا فندم وانا ما عملتش اي حاجه والله. صدقني اهلا وسهلا. ايتن. دي ايتن زوجة الاستاذ سامح اللي مقدم البلاغ ضدكم. وايتن دي طبعا بنت خالك، صح ولا انا غلطان؟ صح صح. وسامح ده بما انه جوزها يبقى انت اكيد عارفه واكيد اتعاملت معاه قبل كده. يا فندم صدقني انا والدة المتهمة هي كمان متهمة في جريمة قتل وخرجت على ذمة القضية. يعني من الواضح كده ان العيلة دي كلها سكتها كلها منحنيات. هاي يا وجي. انت يا هانم يا اللي نايمه، مين اللي سمح لها تخش هنا؟ حضرتك انا عارفه انها عارفه ايه ومش عارفه ايه؟ كانت كنيله. انا امي لو جت هنا من غير ميعاد ما تخشش. انت فاهمه ولا لا؟ مش محتاج ابدا تعمل كل الحركات دي عشان تبين ان انت قوي. بقول لك ايه، انا مش فاضي للكلام الفاضي ده. بعد كده لما تيجي هنا تيجي بميعاد وانا اللي احدد يا وافق يا ما وافقش. ها هي مش وكاله من غير بواب. عارف يا وجي، كنت بحسب الوقت اللي فات بينا كان ليه قيمه اكتر من كده عندك. وقت وقت ايه يا ام وقت؟ ما انا ياما قضيت اوقات كتيره حلوه مع ناس كتير حلوه، بس نسيت الوقت ونسيت الناس. طب انا عايز اتكلم معاك يا وجي. انت غبيه؟ اقول تاني؟ بقول لك مش فاضي اتكلم مع حد اصلا. بس انا لازم اتكلم معاك واعرف انت عملت ايه في احمد. احمد؟ احمد مين؟ احمد مش ده الواد النصاب اللي خد قروض من البنوك كده بشكل غير رسمي؟ على العموم انا كاتب عنه في العدد المسائي النهارده، لو حابه تعرفي اي تفاصيل او كده اشتري العدد واهو تنفعينا. وايه كمان الجريمه المنيله ب60 نيله اللي عملها هو واختك ده؟ رايحين يدوا لسامح مخدرات؟ ده لولا ان هو هرب كان سامح ده مات. والله العظيم اللي زي احمد ده لازم يتنسف من على وش الدنيا. اتفضلي امشي اطلعي بره. ماشي يا وجيه، هنتقابل. وجيه بيه، نسيتوا نفسكوا ولا ايه؟ شكلها احسن كتير قوي النهارده. الحمد لله، انا مبسوطه وانت ما عندكيش فكره. على فكره انا عديت على مجدي قبل ما ادخل. بجد؟ هو عامل ايه؟ مجدي كويس خالص يا ستي، ما تقلقيش خالص. طب انا عايزه اروح اوضته. ايه ده؟ انت هتقدري تتحركي؟ على فكره انا فيها قوه جبل، انت بس ما تعرفيش. هي لو تقدر ما فيش مشكله خالص على فكره. طيب بس ايدك بقى معايا يا دكتور عشان بفابين وبخاف بسرعه وممكن اضخ واقع منكم. على مهلك بالراحه بالراحه، في غرز. أنا دلوقتي بس أمنت إن الحب قوة طاقة، بس المهم إنه يكون حب حقيقي. Thank you.
كل اللي كنت عايشة في حياتك كان وهم. انت عمرك ما حبيتي أحمد ولا عمرك حبيتي حد ولا حتى جوزك. كل اللي كنت عايشاه مجرد محاولات للحب. يا ترى يا كاميليا هتلاقي الحب اللي بتتمنيه ولا لا؟ تضحك على ايه بس؟ عشان خلاص مش عارف اهرب منك بعد كده. يا سلام. خلاص بقيت في حته جوه جسمي منك، لو خرجتها هموت. بعد الشر عليك. بقول لك ايه؟ احنا لازم نخف بسرعه قوي. اشمعنى؟ عشان احنا عندنا شهر عسل واحد بس، لسه في 11 شهر بحاله. ان شاء الله يا حبيبتي. انا متشكر قوي. على ايه بس؟ علشان رجعتي لي الحياه من اول وجديد. تعرف ان انت لو كنت مكاني كنت هتعمل نفس الحاجه. اللي جوايا ليكي كبير قوي يا نجلاء، اكبر بكتير قوي من اي حاجه ممكن تتقال. بس اللي انت عملتي معايا كبير قوي. انت بس مش اديتيني كليتك، لا ترجعتي لي الثقه في نفسي. انا خلاص كنت قربت اصدق ان مفيش حاجه اسمها حب لحد ما شفتك. اقول لك على سر. لسه في اسرار. أنا كنت بدي للناس الأمل، وأنا عارف ومتأكد إن مفيش أمل. كنت بوهب للناس الحياة، وأنا عارف إن مفيش حل. كنت بعالج الناس وأنا متأكد إن الموت بيقرب مني أكتر وأكتر. ودلوقتي؟ دلوقتي أنا معايا أنت، يعني معايا الحياة. أقول لك على سر. لسه في أسرار. أيوه. أنا كنت بدي للناس الأمل، وأنا عارف ومتأكد إن مفيش أمل. كنت بوهب للناس الحياة، وأنا عارف إن مفيش حياة. كنت بعالج الناس وانا متأكد ان الموت بيقرب مني اكتر واكتر. ودلوقتي؟ دلوقتي انا معايا انت، يعني معايا الحياة. طب يا اساتذة، اعتقد ان انتوا استوعبتوا كل اللي اتكلمنا فيه النهارده. تركزوا وتخلوا بالكم كويس قوي. اتفضلوا دلوقتي. كده الامور كلها ماشيه في السليم؟ لا مش في السليم قوي زي ما انت متخيل. ليه بس سعادتك؟ لان العملاء مش هيسكتوا، هيروحوا يبلغوا مدحت بكل اللي حصل. لا يبقى سعادتك كده ما تفهمش لغه السوق. لا فاهم كويس قوي، وفاهم ان المصالح هي اللي بتحرك مدحت، ومصالح العملاء مع مدحت على المدى الطويل اكتر مننا. ده لو مدحت استمر وقدر يصمد. مدحت السيزون ده لو خسر موقفه هيبقى سيء جدا فوق ما سعادتك ممكن تتخيل. عرفت بقى انك انت اللي فاهم غلط. على فكره انا مفيش عداوه ما بيني وبين مدحت، بس انا عندي عداوه معاه. وطالما سعادتك قررت انك تحط ايدك في ايدي يبقى عدوي هو عدوك. يا لؤي لازم تفهم ان مصلحتي مع مدحت هينفعني على المدى الطويل. افهم من كده ان سعادتك بتسحب اتفاقك معايا؟ لا ما عادش ينفع خلاص. بس اللي انا عاوز افهمه لك انك انت مش جاي علشان تخدمني خدمه العمر زي ما انت متخيل. انا فاهم المساله كويس قوي. لا سعادتك فاهم غلط. انا في الحقيقه انا فاهم كل حاجه. لؤي لؤي انت لو ما كنتش جيت وترميت في حبي وانا وافقت اشغلك
كان زمانك دلوقتي مرمي في الشارع بتبيع فوط ومناديل. ايه جو الافلام العربي اللي سعادتك عامله ده؟ انا كده ازعل على فكره. ومش زعلان اللي انا بتعامل معاك فرحان قوي ومبسوط. بس اللي انا عايز افهمه لك ان انا فاهم السوق كويس قوي وفاهم مدحت وفاهمك انت بالذات اكتر مما تتوقع. ممكن ادخل؟ اه طبعا. انا محتاجه اخد من وقتك 10 دقايق عشان اوضح فيهم موقفي. تفضلي. انا الحقيقه انا مش هقدر اسمع منك ولا كلمه. انا لما قربت منك قربت علشان حاجات معينه، صفات كنت شايفها فيكي، اهمها انك مش انانيه. بس انا عمري ما كنت انانيه. لا انانيه عشان بحبك. انت ما حبيتنيش يا سمر، ما حبيتنيش. لو كنت حبيتيني كنت فكرتي في الموقف اللي انا فيه دلوقتي. انا كل الكلام اللي انا سمعته كان صح. اللي هو ايه؟ انك عمرك ما هتسامحني ولا هتغفر لي، ان ابنك اهم 100 مرة من علاقتي بيك. لو كنت اعرف كنت هبعد. كنت هقبل أي ألم. لو كنت عرفت منك كانت غلاوتك عندي زادت 1,000,000 مرة. كنت حبيتك أكتر وأكتر. أكيد ما كنتش هقدر أرتبط بيكي، لكن عمري ما كنت هحس إنك خدعتيني. طيب حسسني إن أنا كأني ارتكبت جريمة أو عملت حاجة غلط. هي جريمة فعلا. انت من امتى تعرفي ان ابني بيحبك؟ انا كل اللي كان بيهمني ان انا حبيتك انت وانت كمان بتحبني. الحياه مش كده يا سمر، مش كده. لا، هي دي الحياه اللي انت كلمتني عنها، الحياه اللي انت عايشها. فهمتني انك مستحيل تتخلى عنها، الحياه اللي انت عمال بتقول عليها عشان سبت مراتك، الحياة اللي انت بتحبها عايز الناس كلها تعمل زيك. انك تعيشي حياتك حاجة وانك تعيشي على حساب حياة حد تاني حاجة تانية. تطلقت مراتك عشان هي مش عارفة تفهمك، يعني حياتك كانت أهم من حياتها. يعني ما تحاسبنيش لو أنا عملت زيك. هي دي المشكلة، كل واحد بيفسر الحكاية على هواه. أنا لما طلقت سما طلقتها عشان هي عايزة كده، طلقتها عشان مش قادر تعيش معايا وأنا كمان مش قادر أعيش معاها، مش علشان أتجوزك. أنا ما تخليتش عنها، لما كنت بطلب منها تعيش كان قصدي انها تستمتع بحياتها زي ما انا بستمتع بحياتي، عشان نعيش بطريقه مختلفه عن بقيه الناس. لكن للاسف هي صممت تعيش بطريقتها واللي اتعودت عليه. يعني ايه؟ سمر، انا شايف ان احنا الاتنين لازم نبعد عن بعض. بس انا مش هقدر استغنى عن الحل الوحيد اننا نبعد عن بعض. انا مش هقدر. ولا كمان مش هقدر. نسافر نبعد عن هنا. ابعد عن مين؟ عن ابني؟
اعمل ايه لما اشوفه؟ اقول له ايه؟ انت ما كنتش تعرف. كان لازم اعرف، كان لازم افهم، كان لازم الاحظ انا ابوه. طب قول له ان انا اللي خبيت عليك. سمر سيبيني لوحدي. طب ممكن ابقى اكلمك؟ لو سمحتي سيبيني لوحدي دلوقتي. ماما ازيك يا حبيبي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. وحشتيني. وانت كمان يا حبيبي. اخبارك ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. شكلك مش كويسه خالص يا ماما. يا ماما ايه اللي حصل؟ هو بابا اتجوز واحده نعرفها ولا ايه؟ ماما لازم افهم ايه اللي حصل. سعيد انا مش عايزاك تعرف البنت اللي اسمها سمر دي تاني خالص. ليه يا ماما؟ هو انت قابلتيها؟ اه. طب ايه اللي حصل؟ هو قالت لك حاجه ضايقتك؟ مش مهم تعرف ايه اللي حصل، المهم تعرف ان البنت دي ما تناسبناش خالص ومش عايزاك تقابلها ولا تشوفها ولا اسمع انك شفتها حتى صدفه. ماما انا لازم اعرف ايه اللي حصل، من حقي ان انا افهم كل حاجه. بص يا حبيبي، انت كان معاك حق لما كنت بتقول عليها انها بيئه وزباله وانها مش من مستوانا خالص، وفعلا ما كانش المفروض انها تقرب مننا. انت كان معاك حق. ماما انا عمري ما قلت على سمر كده على فكره. انا صحيح في الاول كنت ما بحبهاش لان دايما بشوفها كئيبه وكشريه، انما عمري ما قلت عليها بيئه او زباله. خلاص خلاص، انا قلت اللي عندي والموضوع انتهى. بابا كويس ان انت جيت. سعيد انا كنت عايز اقول لك. خلاص خلاص، سعيد مش هيعرف البنت دي تاني، هو وعدني بكده. البنت دي ما تناسبناش خالص وانا مش موافقه على الجوازه دي، وخلاص الكلام خلص ومفيش كلام تاني. وانا جاي النهارده يا علاء عشان اتكلم معاك في الموضوع ده لو سمحت. بابا انا مش فاهم حاجه، محتاجة إن أنا أفهم. علاء لو سمحت عايز أتكلم معاك. مستحيل كنت أقوله. أنت تصرفتي صح. كويس انك شفتني اتصرفت صح ولو لمرة واحدة بس. انا عمري ما قلت عليكي انك غلط الا في حاجة واحدة بس. وعمرك ما شفت ان اللي تقدر عليه ممكن غيرك ما يقدرش. المهم دلوقتي هنعمل ايه؟ انا عايز ارجع. ايوه عايز ارجع البيت تاني. انا مش هقدر اسيب الولاد في الظروف دي. ولادي هم حياتي كلها واهم من اني اعيش. سما أنا بس بقولك اللي أنت ما كنتش واخد بالك منه. على فكرة أنا مش بقول إن أنت اللي غلطان. بالعكس أنا اللي كنت غلطانة. أنا بعترف بده. ما كنتش هخسر حاجة لو كنت عشت معاك بالطريقة اللي أنت عايزها. أولاً أنت ما كنتش تطلب مني المستحيل، ولا كنت بتطلب مني إني أعمل حاجة غلط. أنت كنت بتطلب مني إني أستمتع بحياتي، وأنا اللي كنت رافضة. يمكن السبب في اللي وصلنا له احنا الاثنين ان انا كنت ببص لطلباتك بشكل ساخر وتافه، وانت كنت مستني مني نتغير بسرعه. ده كان صعب عليا وعليك. سعيد مش لازم يعرف دلوقتي. انا بقى عايز اعرف ايه اللي المفروض ان انا ما اعرفوش. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ في ايه يا بابا؟
يا سمر عملت حاجة غلط؟ طب في فعلتها حاجة مشينة أنا معرفهاش؟ ليه أنتوا الاتنين مش عايزين تتكلموا؟ لامار وقفت قصادها وقالت لها مش عايز أعرفك تاني، إيه الأسباب؟ أنا لحد دلوقتي معرفش. مع إن البنت كانت قريبة مننا أوي بابا. إيه اللي حصل؟ اسمع كلام مامتك يا سعيد. ما تسألش دلوقتي خالص. خلاص. أنا لا هسألك ولا هسألك. أنا هروح أسأل سمر. اسمع الكلام يا ابني. انت لازم تبعد عنها خالص. لا عارف ليه؟ عشان انا بحبها، وانت اللي قلت لي اوعى تبعد عنها وخليك وراها لحد ما تقبل انها تبقى معاك. انت اللي خليتني احب الحياه، انت اللي خليتني احب اني احب، وقلت لي لو حبيت بجد اوعى تيأس. مش ده كلامك؟ ما كنتش اعرف يا ابني انك بتتكلم عنها. هي هتفرق في ايه بقى سمر او غيرها؟ اوعى تقول لي عشان فقيره او انها مش مستوانا، لأن ده مش كلامك ولا تفكيرك ولا تفكير حتى ماما، لأن ماما نفسها قالت إنها موافقة إنها تيجي معايا لحد عندها عشان تخطبها لي، صح؟ لو سمعتك بتجيب سيرة سمر دي تاني على لسانك مش هتقعد هنا ولا لثانية، سامع ولا لأ؟ يعني إيه يا ماما؟ يعني اللي أنا بقوله لك ده، أنا وأبوك رفضناها خلاص والموضوع ده. لو سمحت خلصنا من الموضوع ده وبسرعة. اهلا يا عادل، ازيك؟ انا كويس الحمد لله. انا اسف اذا كنت جيت من غير ميعاد يعني. لا ازاي، انت تشرف في اي وقت. انا كمان كنت عايز اشوفك والله. طب كويس، بس يعني انا هدخل في الموضوع على طول. انا كنت جاي بخصوص موضوع احمد. اه صحيح، هو عمل ايه في المشكله بتاعت امبارح؟ والله الموضوع واضح ان هو صعب شويه يعني، بس انا جيت لحضرتك عشان تساعد وتكلم اي حد من الناس الكبار يمكن يعمل حاجه في الموضوع ده يعني. طب وانا دخلي ايه في الحكايه دي؟ ازاي بقى دخل حضرتك؟ هو مش احمد من رجاله حضرتك؟ كان من رجالتي، كان في بيزنس بينه وبينه وانتهى خلاص. يعني احمد بالنسبه لحضرتك مهمه وانتهت؟ احمد عمره ما كان ليه مهمه عندي، انا كنت بساعده بس عشان انسان مجتهد وطموح، اكتر من كده مفيش. يعني نقدر نقول ان علاقتك باحمد انتهت خالص. بالظبط كده. وكاميليا اكيد برضو علاقتك بيها انتهت. وايه دخل كاميليا في الموضوع؟ ازاي بقى؟ حضرتك عرفت كاميليا عن طريق احمد، واحمد علاقته انتهت، يبقى كمان علاقه كاميليا بيك انتهت. لا، كاميليا دي حاجه تانية خالص. طب أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة بقى مهمة جدا، بمناسبة إن كاميليا دي حاجة تانية خالص. من اللحظة اللي إحنا فيها دي، علاقة حضرتك بكاميليا انتهت. أنت بتحبها، صح؟ وبتحبها قوي كمان. بس أنا عايز أقول لك كلمة بقى تحطها حلقة في ودنك. ابعد عن كاميليا خالص أحسن. خد عبرة وعظة من اللي حصل لأحمد، ماشي؟ أنا قلت اللي عندي، والأيام اللي بينا هنشوف مين اللي هيمشي كلامه على التاني. أستأذن أنا بقى، سلام. ولا حتى من غير كلمة سلام. ماليا وحشتيني قوي، يا ريت اقدر اشوفك. حد اتصل بميرا؟ كان عندها حق والله لما قالت اننا مهما كنا قريبين برضو بعيد. اخر مره كلمتها قالت انها كويسه. لما حد فينا اي حد بيساله انت عامل ايه بيقول كويس. الحقيقة بقى مفيش حد فينا بيبقى كويس خالص. طيب ما نتكلم. ما تعودناش نتكلم مع بعض. نتعود. ولما أي حد فينا بيتكلم مع التاني بيهاجمه. كل واحد فينا عامل نفسه قاسي وناصح. طب يا جماعة بجد بقى، ما تيجي نجرب نتكلم مع بعض من غير ما حد يعلق على التاني. أنا هتجنن وأتكلم مع حد. اتكلمي يا مارو.
أنا بصراحة كده كمان قلبي واجعني قوي. وأنا نجلاء وحشتني قوي، وحشتني قعدتها معايا وكلامها معايا. وميرا، حد فكر فينا يزورها؟ ياه ده احنا وحشين قوي. ليه كل واحدة فينا بعيدة عن التانية؟ عشان كل واحدة فينا مركزة مع حالها وبس. يا ريت كل واحدة بتفكر في نفسها، كل واحدة بتفكر في اللي هي عايزاه، ويا ريته صح. ابتدينا النصايح. دي مش نصايح، أنا بقول الحقيقة. عشان مروة تقول إنها عايزة تحكي، يبقى في حاجة مهمة قوي عايزة تقولها. أنا فعلاً عايزة أتكلم، بس المرة دي مش عايزة أتكلم علشان أنا أول مرة أحس إن في حاجة أهم مني، أهم من مستقبلي من أحلامي، وأهم من طموحي اللي دايماً بفكر فيه. يا ترى إيه الحاجة التانية دي؟ أحمد ابن عمتي. أحمد في ورطة كبيرة قوي، واحتمال كبير ما ينفعش يخرج من السجن تاني. ليه؟ هو عمل إيه؟ مش مهم عمل إيه، المهم اللي وداه السجن حالف ما يخرجوش منه تاني. وعرفتي منين؟ عشان عارفة مين ورا اللي حصل. وجيه الصحفي؟ أيوة هو. لا أفهم بقى. مش مهم نفهم، المهم نتفق ونعرف هنعمل إيه عشان نساعده. وأيضا أخبارها إيه؟ عادل يا ستي وقف لها محامي هي وأحمد. عادل؟ آه عادل. قولي لي يا منى، مدحت عامل إيه معاكي؟ الحمد لله كويسين قوي ومتفقين كمان. أنا والله كنت متأكدة. وعندي خبر ليكو، أنا وهو هنتجوز. مبروك والله العظيم، أنا فرحتلك أوي. عارفة يا منى، أنا عمري ما حبيت مدحت ده خالص، ولا أصلا عمري فكرت إن أنا أتجوزه، ولا كان في بالي. أنا كل حاجة كنت بفكر فيها كانت هي بس مستقبلي وأعمل فلوس إزاي وأكبر إزاي. عمري في حياتي ما حسيت إن في حد أنا بحبه أو بخاف عليه أو حتى قريب مني. من فترة صغيرة بس أنا حسيت الإحساس ده، فجأة حسيت إن في حد في حياتي طول الوقت، وأنا اللي ما كنتش واخدة بالي منه كتر ما كنت مركزة مع نفسي وبس. لقيت نفسي بحبه قوي دلوقتي، لدرجة إن لما بيغيب عني يوم واحد بحس إن أنا هموت، بحس إن أنا لوحدي. أحمد مش كده؟ أنا عمري ما حبيت أحمد. الحب الحقيقي اللي بين نجلاء ومجدي، النظرة اللي بشوفها في عينيهم محدش بيقدر يفهمها غيره، هو ده الحب اللي كنت بحلم بيه ووهمت نفسي اني لقيته. طب وعزت؟ حالة زي أحمد بس مختلف. يمكن كنت بهرب من رفضه وبروح لحضن عزت حتى لو كله كان مليان شوك. كنت بهرب من اني فيل شوق مع الناس واني ارمله. كنت عايزه اقول له اذا كنت انت رفضتني انا لقيت حد احسن منك واغنى وافضل. بس ده عذاب. ايوه عذاب، بس أنا قررت إن أنا أتخلص من العذاب ده وأعيش حياتي. وإنتي بقى يا سمر؟ مش عارف، بس أنا متأكدة اللي أنا عملته كان صح.
أنا بحب علاء، وأنا متأكدة إنه كان بيحبني أوي، وعمره ما كان حيستغنى عني أو يبعد عني. أنا عمري ما حقدر أنسى اللي كان بيني وبينه، ولا حقدر أنسى إنه كان أول واحد يدخل العالم بتاعي، العالم اللي كنت فاكرة إنه وهم في خيالي وبس. أنا حبيته ومتأكدة إن أنا عمري ما هحب حد تاني غيره. أنا بقى مبسوطة قوي، أصل مدحت بيسمع كلامي وواثق إني بفهم في الشغل، وحاسة ومتأكدة إن إن شاء الله هحقق كل أحلامي معاه. مين جه؟ أنا قلت يا جنى طالما ما حدش فيكم فكر يسأل عليا. ميرا، ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني يا معفنة. تعالي خش. تعالي يا حبيبتي، يا رب بس تكون أخبارك أحسن من أخبارنا. نجلاء فين؟ نجلاء فين؟ المستشفى. ليه؟ سيبك منها بقى، قولي لنا أنت عاملة إيه؟ زعلانة منكو قوي. أنا فكرت ألف مرة قبل ما أجي، ترددت كتير قوي وأنا على الباب أدخل ولا ما أدخلش. قلت في عقلي أكيد هم خلاص مش عايزيني، مش عايزين يعرفوني تاني. أنت مجنونة، إزاي تقولي كلام زي ده؟ هو ده اللي حصل. أنا كلمت كاميليا في الوقت اللي كنت بجد محتاجة حد فيكو يقف جنبي وياخدني في حضن. أنا مريت بأيام صعبة قوي، بس رجعت قلت أكيد كل واحدة فيكم عندها مشاكل، كل واحدة فيكم في دوامة واخداها لدرجة إنها تبعد ومتبقاش واخدة بالها من احتياجي ليها. وقلت لو مشيت هبقى بعمل زيكم وهنغرق كلنا. عارفين ليه؟ عشان احنا ما وقعناش غير لما كل واحده فينا فكرت لوحدها، نسينا خالص ان احنا اتولدنا من اب واحد والمفروض نبقى ايد واحده. ايوه عادل، ايوه ساعه كده والعربيه هتبقى تحت البيت. انا هاخد البنات ونروح نزور عبد العزيز الله يرحمه. طب ما تيجي معانا يا عادل واقرا له الفاتحه. خلاص اتفقنا، سلام. هو ده اللي انا فيه. عبد الله اركب يا جمال. يعني ايه؟ الناس اللي زي عزت دي انا عشت معاهم جوه السجن وعارفهم كويس قوي. مش مهم عندهم مين عمل ايه، المهم حاجتهم تتعمل وخلاص. مش فاهم. خليلة مراتك حطها تحت رجليك، زلها. والجدع اللي اسمه متولي ابنها ده حمار في اليار ركبته وكسرت رقبته. يعني يا جيمي المجال دلوقتي مفتوح قدامك وفتح لك دراعاته، وبقول لك بالاحضان يا جمال، حقق كل اللي في نفسك وحقق كل احلامك. اكسر خليله، اكسر خليله وخش عليها وقول لها لو سمحت بقى الستات على جنب، ما لهمش في الشغلانه.
أنا البيج بوس، أنا الكينج، كلمتي هي بس اللي تمشي. تعرفش هي كانت شغالة مع مين؟ بص ده كل اللي شغالين معاها تقريبا عيلتها. عيلتها ايه؟ انت فاكر خليلة؟ خليلة أيام ما كانت بتبيع في الحارة لبان وبين الشعر، خلاص الفلوس جرت في إيديها. الفلوس يا جمال لغة العصر، اللغة اللي الناس دلوقتي بتتكلم بيها. أنا عاوزك تتعلم بقى اللغة دي. يعني يوم ما تكسر خليلة وتكبر مفيش حد يقدر يهوي جنبك. تمام يا عبد كان عندي 10 سنين، كنت فاكر ان ابويا بيحبه اكتر مني عشان هو ولد وانا بنت. جاب لي بدلة ظابط حلوه قوي، جزمه، وهو فرح قوي. كان عنده 13 سنه، وجاب لي انا فستان. قلت جاب له هو الحاجات الغاليه وانا الرخيص، وكتمت في نفسي وسكت وقلت هوعيد بقى ونعيد. بعديها جالي وقال لي اول يوم العيد هنروح السينما، انت احسن من صحابي، هاخدك معايا. صحابي ممكن يروحوا وحدهم، إنما أنت لا. ورحنا وصرف كل الفلوس اللي معاه، وكنت كل ما اتبسط واضحك يبقى مبسوط قوي. أنا ما كنتش حلوة زي ما أنت شايفة، ما كانش بيجيلي عرسان زي البنات. لما بقيت 17 سنة قلت أنا عنست. جالي وقال لي جبت لك عريس. أنا فرحت قوي. أبو أحمد هو ما كانش قد كده، بس فرحت برضو وعمل لي فرح حلو. طلع إنه سالف كل فلوسه. وحشني يا كاميليا، وحشني قوي. وانتي ايه اللي غيرك كده يا عمتي؟ ابو احمد كان زفت، كان بيقول لي كلام وحش قوي. قلت عبد العزيز هو اللي جايبه، هو اللي قال لي اتجوزيه، فشلت منه. بس انتي الحاره كلها كانت بتحبك. وانا كمان كنت بحب الحاره. امال ايه اللي حصل؟ الناس كلها بقت وحشة مع بعض. كل ما الدنيا تقسى على الواحد والزمن يقسى عليه يحطها في اللي قدامه. كل الناس بقت تقطع في بعض من ظلم الزمن والدنيا وقساوتها. تعرفي بقى ان انا ابتديت احبك. لازم تحبيني، لازم كلكم تحبوني، وانا احبكم كلكم. لو ما حبناش بعض مين هيحبنا؟ وانتي ايه اللي غيرك كده يا عمتي؟ ابو احمد كان زفت، كان بيقول لي كلام وحش قوي.
قلت عبد العزيز هو اللي جايبه، هو اللي قال لي اتجوزيه، فشلت منه. بس انتي الحارة كلها كانت بتحبك. وانا كمان كنت بحب الحارة. امال ايه اللي حصل؟ الناس كلها بقت وحشة مع بعض، كل ما الدنيا تقسى على الواحد والزمن يقسى عليه يحطها في اللي قدامه، كل الناس بقت تقطع في بعض من ظلم الزمن والدنيا وقساوتها. تعرفي بقى ان انا ابتديت احبك. لازم تحبيني، لازم كلكم تحبوني وانا احبكم كلكم. لو ما حبناش بعض مين هيحبنا؟ مش عايزه تقولي، مش عايزه اشوفها، مش عايزه البسها. انتي مجنونه، انتي عارفه الحاجات دي تمنها كام؟ كام؟ فلوس؟ ادي يا ستي الفلوس، الفلوس اللي انا عماله اجري وراها اهي. عملت لي ايه الفلوس؟ ها؟ دخلت احمد السجن؟ هتدخل ايه اختك السجن؟ الفلوس دي هي اللي خلت واجيه يقول لي الكلام اللي سمعهولي. انا ابويا ما خلتنيش عشان خاطر كده، ابويا ما ربنيش على كده اصلا. ايه يا مروه مالك في ايه؟ سمعته يا منى، سمعته ابني بيكلمني من عنده. بابا زعلان مني قوي، مش قادر يصدق ان انا شايفه ابن عمتي متبهدل ومرمي في السجن وساكته، واختي ايضا هتتحبس وبرضه واقفه ساكته ولا هممني. طيب بس اهدي اهدي، كل حاجه ليها حل. هو انا هرمي ازيك يا منى؟ حبيبتي انت احسن مني. انت مش احسن منك، انت احسن واحده في الدنيا دي كلها. انت ونجلاء وصلتوا للي انتوا عايزينه من غير ما تتنازلوا عن اي حاجه، لا اخلاق ولا تربيه ولا اصول. بس انا لا، انا اتنازلت، انا مش هسيب احمد يتبهدل في السجن، مش هخلي ايتن اختي تخش السجن. اللي رمى احمد في السجن هو وجيه، واللي عايز يسجن اختي ايتن برضو وجيه. انا مش هقف اتفرج تاني، انا مش هسيبهم يتبهدلوا وهسكت. مين قالك بس ان احنا هنسيبهم؟ بطريقه اسرع. انا مش هوصل اللي انا عايزاه تاني بالطريقه الغلط، ومش هسيبهم واقعد اتفرج عليهم. اكتر سؤال خطر في بالي، انا ليه لما هربت ما جيتش عشت معاكوا هنا؟ ليه عملت كل اللي عملته ده ما فكرتش ان ارجع اعيش معاكوا هنا تاني؟ عارفه ليه يا سمر؟ عشان طول الفتره اللي فاتت دي كنت عارفه ان احنا مش اخوات، احنا شركاء في حاجه واحده بس، هي الاب. كنت دايما اقول ان امي واحده تانيه غير امكم، حتى لما كان اي حد فيكم ضايقني بكلمه ولا يتخانق معايا كنت بقول عندهم حق، احنا مش اخوات شقق. الفتره اللي فاتت خلتني احس ان عندي 100 سنه، افتكرت بابا الله يرحمه لما كان بيخاف عليا. كنت بتضايق قوي لما كنت احس انه بيعاملني على اني عيله صغيره. نفسي الايام دي ترجع تاني، نفسي الاقي حد يقولي ده لا وده اه، نفسي الاقي حد يخاف عليا زيه. عارفة أنا كنت لما ببص في عيني بحس بإيه؟ بحس إني ماسكة الدنيا كلها، بحس بالأمان وراحة البال. الله يرحمك يا بابا.
سكت ليه؟ حاول ايه؟ حاول ان انا خنت كل حاجة اتعلمتها منه. ده لو كان موجود كان زمانه تبرى مني. ليه بتقول كده؟ عشان عملت حاجة غلط. لو كان عايش كان زمان وقد الدنيا عشان ما تحصلش. أنا كمان زيك بستغرب إخواتي ليه ما قالوليش لأ؟ ليه كل واحدة فيهم قالت الكلمتين اللي قدرت عليهم وسكتت؟ ليه مفيش واحدة فيهم مسكتني من شعري وقالت لي مش هتخرجي من البيت ده لأنه مصلحتك كده؟ مش هتتجوزي الراجل ده مش عشان وحش أو مش مناسب ليكي، لأ عشان ابنه بيحبك انتي. كده هتحطي نفسك في مطحنة ودايرة مش هتعرفي تطلعي منها خالص. الوحيد اللي كان ممكن يعمل كده هو بابا. كنت هصرخ فيه، كنت هقوله لا، كنت هقوله انا حرة مالكش دعوة انا اعمل اللي انا عايزاه، بس انا كنت واثقة انه ما كانش هيسمع كده، هيتحملني، هيسمع الكلام ملوش نفسي يسمعه خالص، بس كان هيحميني. مش هيقول لي كلمتين ويرميني وسط البحر. كنت هقول له انا بحبه. كان هيقول لي غلط. كنت هقول له انا هتجوزه غصبا عن اي حد. كان هيقول لي مش هيحصل. كان هيحميني بجد. ممكن يقتلوا ويموتوا، بس عشان حياتي تبقى سليمة وما اخسرش منها ثانية واحدة. أنا بجد محتاجة يا بابا قوي، محتاجة قوي في حياتي. أمال أنا أقول إيه؟ كان نفسي أكون عظيمة، كان نفسي أكون أخت كبيرة لإخواتي، خلي بالي منهم وما خليش أي حد فيهم يعمل أي حاجة غلط. أقول له إيه؟ أقول له عقدي طلعت على عقلي وغطت عليه وخلتني أنسى كل حاجة حواليا، أنسى إني قبل ما بلمهم حواليا عشان أحميهم بحمي نفسي. مش أنتي لوحدك وحشة يا عمتي، كلنا كنا وحشين. إلا هو كنت دايما أشوفه ألاقيه قاعد في زاوية لوحده حاطط إيده على خده ومهموم، لكن عمري ما سألت نفسي إيه سبب الهم ده. كنت دايما ألاقيه بيبص على كل واحدة فينا وعينيه مليانة دموع، لكن عمري ما سألت هي يعني بتلمع ليه. نسي أحلامه ورغباته، نسي حتى نفسه. حبه لينا وخوفه علينا كان أكتر من خوفه من الموت. كان خايف علينا لدرجة كان عايز يبني حوالينا سور عشان محدش يقدر يوصل لنا. كل ده كان بيحس بيه وإحنا ما حسيناش بأي حاجة. على فكرة أنا عارف إنك ابن بلد،
واللي يمد لك ايده بالسلام عمرك ما ترجعها ابدا. عذ امك. ايه الغلط طيب؟ ماشي. طب وحياة الغالية اللي انت جبت سيرتها دي، انا جاي هنا عشان خاطر مصلحتك. بقولك ايه يا عم عادل؟ هات ابوك حل عن نافوخ انت وصاحبك الزبالة ده. لحسن قسما بالله العظيم ازرعك في المكان اللي انت قاعد فيه ده موتك في ساعتها. انا خلاص مش عندي حاجة ابكي عليها خالص. وده كويس. انك مفيش أي حاجة تخاف عليها ولا تبكي عليها. عايش حياتك كده مش فارق معاك أي حاجة. هما دول بقى الكلمتين الحلوين اللي انت جاي تقولهم لي؟ فجأة كده بقيت المصلح الاجتماعي؟ لا بالعكس مش فجأة ولا حاجة. أنا كنت زيك كده عايش ومش شايف قدامي. مع إن كان قدامي حاجات كتير حلوة أوي. أعتقد لو كنت خدت بالي منها من بدري كان زماني بقيت أحسن من كده 100 مرة. خلصت خلاص. بص بقى حبيبي. هات من الآخر بقى كده. أهو. هات لي من الآخر بقى وقول لي أنت جاي ليه ها؟ ولا مين اللي وزك عليا؟ صدق هات برافو عليك. أنا فعلا كنت هصدقك. على فكرة أنا مش عايزك تصدقني. أنا عايزك بس تقعد تفكر كده مع نفسك وتشوف آخرة اللي أنت بتعمله ده إيه. ولا حاجة. على فكرة سامح بيه. الحقد والغيرة والانتقام اللي أنت عايش فيه ده ما بيحرقش غير صاحبه. صدقني. يعني إيه بقى؟ ها؟ عايزني أروح للي عمل فيا كده وآخده في حضني وأقول له أنا مسامحك ببساطة كده؟ في ناس مهما أذيتك وغلطت فيك لازم تسامحها. آه. وآخدها بالحضن وأطبطب عليها وأبوس إيديها ورجليها. أنا عارف إنك مش هتصدقني ولا تقتنع باللي أنا بقوله. بس ليه ما تبصش لنص القبان مليان؟ على فكرة الحاجات الوحشة اللي بتحصل في حياتنا دي ليها فوائد كتيرة أوي. على الأقل كل واحد فينا يعرف إيه اللي جواه ويفهم اللي ما كانش فاهمه وتحس بقيمة الحاجات الحلوة اللي حواليك وأنت مش واخد بالك منها. إيه بقى الحاجات الحلوة اللي حواليا دي؟ قول لي حاجة واحدة، أوعى تقول لي أيتم. وليه لأ؟ يا ابني دي زبالة، دي رولة. سامح بيه، أنت ابن ناس. فكر. فكر وشوف هي عملت فيك إيه وأنت عملت فيها إيه. وحط الاثنين في ميزان عدل. ساعتها بس تقدر تقرر اذا كنت انت تسامحها ولا هي اللي محتاجه تسامحك. حلو قوي، حلو قوي البقين دول. يلا يا بابا، يلا وريني عرض كتافك واطلع بره. على فكره سهل انك تكره، وسهل كمان انك تحط في دماغك انك تخلص من كل اللي حواليك. لكن الصعب بجد انك تخلي اللي اذاك يحس بالذنب ويتمنى انك انت اللي تسامحه. يا ابني انت ما بتفهمش، بقول لك اطلع بره. برا يلا برا. ماشي وياك تعدي البنت تاني. سامع؟ فاكرني ايه؟ خلاص بقيت شمام؟ خلاص فلست؟ لكن هرجع لكم تاني يا كلاب، هرجع لكم وادوسكم كلكم الجزمه. خش. سيبوا يا ابني اطلع برا. اي خدمه مني اوجيبي؟ شاكرين يا سعاده الباشا. حاجة مش من أفضالك. إحنا تحت الأمر وأمر الباشا الكبير. بعد إذن معلم. اتفضل يا باشا، اتفضل. تعال اقعد. تعال اقعد ما تخافش. إيه؟ واضح إن أنت مش مستريح في الإقامة هنا. حلوة الإقامة ها؟ كأنك قاعد في فندق. بس أنت السجن مش غريب عليك على ما أعتقد. أنت مش أول مرة صح ولا غلط؟ غلطان أنا؟ لا مش غلطان. قول لي بقى أنت مبسوط هنا؟ أنت شايف إيه؟ أنا إن كان عليا أنت صعبان عليا بصراحة. حالك لا يسر عاد ولا حبيب، ده أنت تصعب على الكافر. بس بيني وبينك وجودك هنا كان مهم. عارف ليه؟ عشان تفوق لنفسك. وانت بقى جاي عشان تقولي الكلمتين دول ولا عشان تعرفني انك جامد؟ والله انت مش فاهم انت بتتعامل مع مين. دي مشكلتك، مشكلتك انك ما بتفهمش. انا جاي النهارده اعقد معاك صفقه. بص يا أحمد، أنا واحد من الناس
وصاحب صاحبي واحب اصحابي جدا، وانا بعتبرك يعني صديق ليا، وما احبش اشوف صديق ليا في ورطه وما طلعوش منها. عشان كده انا جيت لك النهارده. احمد انا جدع وجدع قوي كمان، بس انت يمكن ما خدتش بالك. واخد بالي. انا مش عاجبني وجودك هنا في السجن يا احمد. كتر خيرك. وعايزك تطلع من هنا عشان تكمل اللي كنت فيه. وايه صحيح ابو كارما ده؟ ده طلع راجل زباله، تخيل ان هو مقدم الاوراق اللي ضدك كلها في القضيه. اه والله انا مش عارف انت ازاي كنت مامن له. بس ما تقلقش انا هربوه. لا هربيه ايه؟ ده انا هنفخهولك. والمقابل؟ ايه؟ المقابل؟ تصدق عيب عليك؟ يعني انا صاحبك وجاي اقدم لك خدمه واحط ايدك في ايدي تقولي لا مش عايز من وشك حاجه؟ يا راجل الناس اللي مشغليننا شايفين ان انت طيب وان انت قريب مننا، عشان كده عايزينك تخلص من عزت تقتله. اقتله؟ ايه في ايه؟ وانا قلت حاجه غلط لا سمح الله؟ ده طلب بسيط يا احمد مقابل اللي احنا هنعمله لك. احنا هنطلعك من السجن ده خالص وندخل الزفت الزباله اللي اسمه ابو كارما ده يلبس القضيه كلها، ومش بعيد ان انت ممكن تمسك مكان عزت. واديك عرفت يا سيدي لما تطلع من هنا طريقه التعامل والسيستم هيبقوا ازاي. يعني انت عايز نقتل عزت عشان اخرج من هنا؟ لا انا ان كان علي عايزك تفضل هنا، مش عشان حاجه طبعا، عشان يعني خايف عليك من اللي هيحصل لك لو خرجت. ده اذا خرجت. بس نعمل ايه؟ الناس اللي مشغليني ومشغلينك ناس محترمين وطيبين وشايفين ان انت حد كويس، فطلبوا منك الطلب البسيط ده عشان يحسوا بس بحسن النيه ويعرفوا ان انت مش ضدهم، انك معاهم. وبعدين انا عايزك تحمي بنت خالك من الجدع اللي اسمه عزت السافل المجرم ده. عزت لو حط كاميليا في دماغه انت عارف هيتجوزها، يعني هيتجوزها. هو أنا ينفع أسألك سؤال أحدد بيه موقفي بعد الإجابة؟ آه طبعاً، اتفضل. أنت حاططني في دماغك من إمتى؟ من أول يوم قابلت فيه أبو كارما. ما تفوق لنفسك شوية يا أبو حميد، في إيه؟ أنت كنت متخيل إن أنت القروض اللي أنت طلبتها دي كلها من البنك كانت هتطلع لك كده عادي من غير ما يكون حد وراها بيمشيها لك؟ كنت معتقد ان انت هتوصل للمكانه اللي انت وصلت لها دي من غير ما ندي الاشاره بتاعتنا؟ انا ما شفتش في غبائك، قسما بالله شفت على قد ما شفت، بس ما شفتش في غبائك يا ابن الكلب يا جزمه. مالك؟ الأشكال اللي زيكم المفروض ما تنساش نفسها، أنت فاهم ولا لا؟ يا ولاد الكلب مليتوا البلد. يعني إيه مش فاهمة؟ يعني سامح بلغ عني، قال إني كنت عايزة أقتله، وقال إن السبب في كل حاجة حصلت له شهود على كده. وده فعلا حصل؟ يعني حصل؟ اقعدي اقعدي. كان لازم اعمل كده، لو ما كنتش عملت كده كان هيبقى. تعملي ايه والزفت ايه؟ ازاي تفكري بالشكل ده اصلا؟ على فكره انت لسه مش فاهمه حاجه، انت مش فاهمه ان الدنيا الجديده اللي انت دخلتيها دي ليها قوانينها الخاصه اللي انت ما تعرفيش عنها اي حاجه. انا فاهمه كويس قوي ان في ناس زباله ممكن تقتل غيرها عشان تعيش، بس في نفس الوقت في ناس عايزه تعيش صح وتشتغل صح. زي مدحت؟ لا زي انا. يبقى عمرك ما توصلي لاي حاجه. يبقى انتي مش واخده بالك انا وصلت لايه. انا بقيت صاحبه شركه وبدير اكبر شركه ازياء في مصر،
مش لازم عشان تاخدي حاجة كبيرة قوي تدوسي على غيرك أو تاخدي حاجة في إيد غيرك. دي فيه هو ده وقته؟ أنت جاية دلوقتي تقولي معاذ؟ لا والله يا أيتم، أنا جاية عشان أقف جنبك، أنا أختك، بس لازم أعرف الحقيقة. صدقيني إحنا مش هنسيبك. طب وأحمد؟ أحمد مش عارف أخد التصريح، مش عارف أشوفه. أنا عايز أشوف مروة. ولا أقولك؟ أنا هديكي دلوقتي رقم واحدة صاحبتي اسمها رنا. خدي الرقم ده وديه لمروة. رنا صاحبتي دي واصلة جدا، عندها علاقات فظيعة، هي اللي تقدر تخرجني من هنا. ادي الرقم لمروة وهي هتعرف تتصرف. حاضر. ماما يا منى، أنا عارفة إنك مش بتحبيها، بس عشان خاطري. أنا عارفة إن ماما دلوقتي زمانها مش عارفة تتصرف خالص. زمان كل الفلوس اللي معاها خلصت ومش لاقي أي حد تروح أخدها. لو طلبت منك تساعديها هتوافقي؟ مش عارفة أقولك إيه. ورحمة بابا يا ماما. بابا اللي كانت السبب في موته؟ على فكرة هي مش السبب في موته، أنا اللي كنت السبب في موته. أنا اللي وجعت قلبه. أنا اللي كنت طول الوقت برفض أشوفه لما كان بيجي، مش عايز أي حاجة في الدنيا غير إنه يشوفني. أنا اللي حسسته بكل حاجة وجعته وتعبته. صدقيني هي ملهاش ذنب، أنا السبب. ومش عايزة أعمل كده مع ماما عشان خاطري ساعديها، عشاني أنا. حاضر يا أيتن، بس مش هتقعد معنا في شقتنا. مش مشكلة، تقعد في أي حتة، بس والنبي ما تسيبهاش لوحدها. أنا هعمل كل اللي أنت عاوزاه يا أيتن عشان تعرفي في الآخر إن أخواتك هم اللي قبالك. السلام عليكم. عليكم السلام، عملت ايه؟ تمام، الطلعه الجايه لليله دي. وايه الاخبار؟ خلاص بقى، كفايه عليهم لغايه هنا. انت عارف لو اللي انت بتقول عليه ده حصل انا هظبطك. وانت عارف بقى لما اقول لعزت على حاجه مش هيرفض لي طلب. اهو بيتصل. كلمي مين يا حبيبتي؟ الكبير عزت باشا، عندك مانع؟ لا ما عنديش مانع، ده انت هتموت انت وعزت. عزت مين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ متولد الريس عندها ايه؟ ابعد انت، مش عايز اسمع صوتك. انا هقطع ربك من اول وجديد واخليكي تتمني الموت. تربي مين يا هبل انت بتلعب كده؟ انت سيبت نفسك ولا ايه؟ فجأة حسيت انك بقيت راجل والدم جرى في عروقك؟ بقول لك ايه؟ على مهلك عشان عزت بيا زعل. ماما لو سمحتي انا عايزه اتكلم معاكي. لمار معلش يا حبيبتي، انا دماغي فيها مليون حاجه دلوقتي. معلش خليها مليون واحد. بابا اتجوز مين؟ لو سمحتي، لو سمحتي سيبيني دلوقتي. ماما احنا نعرفها يا بنتي، بقولك سيبيني دلوقتي. ماما من ساعه ما رجعتي وانا عماله افكر وقلبتها في دماغي، مش لاقيها غير واحدة، واحدة بس، ولازم تكون هي. يا بنتي انتي ما بتفهميش، بقولك تعبانة مصدعة. سمر يا ماما هي. بس هيكون مين غيرها؟ لو مش هي ما كانتش هتقابلني وحش لما رحت لها البيت، ولا كانت هتتعصب عليا. سمر؟ سمر اللي انا دخلتها بيتنا؟ سمر اللي انا عرفتها عليكم؟
حمارة. سعيد قال لي إن البنت دي كئيبة ومش من مستوانا، قلت له لا ما تقولش عنها كده، أنت ما تعرفهاش. صور بنت كويسة. هي يا ماما صح؟ لو سمحت. هي يا ماما مش كده؟ آه هي. هي. طب وبابا؟ بابا ازاي اتجوز واحدة ابنه بيحبها؟ باباكي ما كانش يعرف. مين قال كده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مستحيل كان يعرف ويتجوزها. وليه لا؟ ما كل واحد بيعمل اللي يناسبه وبيعمل اللي شايف انه صح، حتى لو اللي هو شايفه صح ده على حسابنا، على حساب الناس اللي حواليه. الدنيا كلها بقت ماشية كده. بابا يحب الحياة وحضرتك مش حابة طريقته، وسعيد عايز يتجوز سمر، وأنا واخدة ركن لوحدي. الدنيا كلها ماشية كده. بابا طلقك لأنه شايف إن بعد العمر ده كله كل واحد فيكم مش مناسب للتاني، وراح يتجوز سمر اللي أنا وهي قد بعض في السن علشان يخليه مبسوط ويعيش حياته. مش غريب، هتلاقي سعيد كمان كان عارف إن بابا بيحب سمر ودار وعامل نفسه مش عارف. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ إيه اللي أنا بقوله ده الحقيقة يا ماما. إيه اللي أنا بقوله ده إن كل واحد فيكم بيعمل اللي هو عايزه بس، ما بيفكرش في أي حد تاني. إيه اللي أنا بقوله ده هو اللي أنتوا خايفين تواجهوا بيه نفسكم. كل واحد فيكم عايش بوشين، بيعمل اللي هو عايزه وفي نفس الوقت في البيت بيدي القيم والمثل العليا، صح؟ أنا كمان هعمل اللي أنا عايزه. على فين؟ عندي شغل. ولا راح تشوف عزت؟ بدل ما تقعد تشغل نفسك بيا وتراقبني، روح اقف جنب صاحبك احسن. لا انا عارف انا بعمل ايه كويس على فكره، وانت مش هتخرجي من هنا. طبعا اذنك بقى عشان عندي شغل. مش هتخرجي يا كاميلا لحد ما اعرف بتفكري في ايه وناوي على ايه. وانت مالك؟ انا بفكر في ايه وناوي على ايه؟ دي حاجه تخصني وتخصني انا كمان. اه انت مسؤوله مني لغايه ما احمد يخرج من السجن. مسؤوله من مين؟ منك انت؟ ولحد لما احمد يخرج؟ ده على اعتبار ان احمد كان فاكر قوي ان ليه بنات خال، ولا انه حتى كان بيسال علينا. على فكره يعني انا معتبر ان احنا مالناش عيله. لا ما تقوليش كده، انت ليك عيله وليك ابن عمتك وليك الحاره وليك الناس اللي بتحبك، انت مش لوحدك. ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين عشان عايز انزل. لا مش هتنزلي يا كاميلا، انا جاي عشان عايز اتكلم معاكي واقول لك على كل حاجه من اولها لاخرها. قول. عزت ده مش هتشوفيه تاني. عزت ده انا هتجوزه. انت ايه؟ هتجوزه. تتجوزي تاجر مخدرات يا كاميلا؟ انت جاي ليه؟ جاي عشان ايه؟ عشان رفضتك مش كده؟ لا انت ما رفضتنيش، انت ما قلتليش لا. انت كل مره بتهربي من الحب اللي بيجي لحد عندك وتجري ورا الوهم، كل مره بتغلطي في حق نفسك. لكن المره دي مش هسيبك. انت عايز مني ايه؟ مصلحتك. مصلحتي انك تكذب عليا؟ مش بكذب عليك يا كاميلا، انا بكلمك من كل قلبي، بكلمك بكل صدق. انا مش عايزك تفكري فيا، مش عايزك تحبيني، عايزك تنسي كل الكلام اللي انا قلته لك. انا كل اللي عايزه دلوقتي ان انا اوصل لك ايه اللي بيجرى حواليك، والقرار يبقى ليكي في الاخر. قول.